اتفضل. استاذن حضراتكم بس نعمل ميوت لكل المايكس. انا عملت ميت له كله. تمام. ميت دكتورة زينب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. إن شاء الله يا رب متجمعين في أيام جميلة، ربنا يكرمنا جميعا يا رب. نرحب بكل الناس الحاضرين واللي شاركونا النهاردة واللي لسه هينضموا لينا إن شاء الله. أولا إحنا كأرت سبيس إن شاء الله بنقدم لكم النهاردة الإيفنت، يعتبر تاني جزء من السلسلة اللي بدأناها في الحديث عن المفاجآت، ونتمنى إن شاء الله من النهاردة الإيفنت يكون مثمر وكلنا نستفيد. أحب أعرف نفسي أولا، أنا اسمي زينب فيصل، أستاذ مساعد في كلية الهندسة جامعة بنها وفي جامعة MSA، مؤسس قسم العمارة في هندسة بنها، وحاليا مسؤولة عن لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة MSA، والشريك المؤسس في ارت سبيس مع دكتور احمد هارون. طبعا بيشرفنا النهارده ان احنا كارت سبيس نبدا في موضوع الورك شوبس او ورش العمل ودورها في ان احنا بتكسب مهارات او سكيلز مختلفه عن التعليم الجامعي، بتكمل هي زي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت عن المسابقات. ونتمنى ان شاء الله، يعني كمان بنشكر جدا بيم اريبيا ونقابه المهندسين وتعب بيم اريبيا معانا واستضافتهم لينا في الروم بتاعتهم، يعني كتر خيرهم الحقيقه ومجهودهم معانا. طبعا بنشكر الخمس متحدثين النهارده اللي هيشرفونا وهينورونا وهيتكلموا عن خمس تجارب مختلفه من ورك شوبس. كان هدفنا اختيار المتحدثين انه يعرضوا تجارب من اماكن مختلفه او من بلاد مختلفه او تجارب مختلفه، سواء من ايطاليا، سواء من الصين، سواء من سواء من اليونان، سواء من مصر، بحيث ان احنا نبدا نشوف احنا فين من اللي بيحصل حوالين العالم، ايه هي السكيلز اللي احنا قدرنا نحققها، وايه السكيلز اللي ممكن نكمل عليها علشان نحقق اقصى استفاده ممكن. نشرف بحضراتكم جميعا. اليوم النهارده هيتقسم، الايفنت النهارده هيتقسم لجزئين. الجزء الاول هيبقى اللي هيعرض فيه الساده المفاضل المتحدثين التجارب بتاعتهم. معانا خمس متحدثين، كل متحدث هيتكلم في حدود من 10 ل 12 دقيقه. بعد ما المتحدثين ان شاء الله هيخلصوا الجزء بتاعهم هنفتح الفلور للمناقشه والاسئله. هستاذن حضراتكم بس بالنسبه للشات لو ممكن نحاول ما يبقاش فيه شات خلال الحديث او الحوار اللي في المحاضرات، لان ده احيانا بيشتت الناس. احنا ان شاء الله هيبقى في عندنا جزئين للمناقشه، يا اما حضراتكم بتتفضلوا ان بتبعتوا لنا الاسئله واحنا بعد كده بنعرضها، او بعد ما نخلص هيبقى اللي عايز هو يعمل مداخله هيعمل بس ريز هاند واحنا هنديله الكلمه ويقدر يعرض الفكره بتاعته او اللي هو عايز يقوله. يعني كجزء تنظيمي بس علشان حضراتكم ان شاء الله كلنا نحقق اقصى استفاده يعني. طيب نكست سبيكر ان شاء الله هيبقى باشمهندس يحيى. باشمهندس يحيى أنجيل المفروض ان هو architectural designer و teaching assistant في department of architecture faculty of engineering MSA University. ان شاء الله هيقدم لنا تجربه لطيفه، يعني ان شاء الله من بلد مختلفه، هنشوف دلوقتي اللي هيعرضه علينا. باشمهندس يحيى ممكن حضرتك تنورنا تتفضل. ازي حضرتك يا دكتور، شكرا حاجه جدا على على الانتروداكشن الجميله ديت، وعلى الفرصه ديت برضو ان شاء الله تبقى يعني علم ينتفع به ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا الصوت واضح للجميع؟ واضح للجميع؟ واضح تمام. احنا معانا 10 دقائق ان شاء الله يا باشمهندس يحيى، نحاول نلتزم بالوقت. تمام؟ الله باذن الله.
انا حامد شيرسكي، انا اسمي يحيى انديل، تيتشنج اسيستنت في جامعه ام اس اي، واركتكتشر ديزاينر برضو لان ده جزء من الهويه. انا حابب ان انا انقل شويه اكسبيرينس شخصيه عن الوركشوب، فانا فكرت في طريقه ازاي ان انا انقل الحاجه ديت بطريقه سهله ومبسطه، فما لقيتش حاجه اسهل من المايند ماب. هي حاجه بسيطه وهي بتشرح ملخصه تجربتي او تجربه ناس كتيره سافرت بره وشافت ايه اللي بيحصل السايكل ديت، خصوصا ان انا الانترناشنال ورك شوب ديت اللي حصلت ان كان فيها شويه ان الواحد يخرج اوت اوف ذا زون كومفورت زون بتاعه، ان هو الواحد لازم يبتدي يتحرك. احنا اركيتكتس، فاحنا اللايبرري بتاعتنا هي شويه الاكسبيرينسز اللي احنا بنعملها مع كل حاجه حوالينا. فانا ساعتها وقت ما عرفت كان في كومبيتيشن في ورك شوب، وهي كان فيها كومبيتيشن برضو، انا قررت لا يحيى انت لازم تطلع من الكومفورت زون بتاعتك، انت لازم تبتدي تطلع تشوف حاجه جديده. ففعلا انا حضرت حاجتي وسافرت، وكنا تيم كلنا كنا طالعين، هي كان في تيمز كتيره هتتجمع في مدينه ثيسالونيكي في جريس، فبس كان السفر مش دايركت ليها لان هو كان احنا لازم ننزل اسنز الاول بعد كده نبتدي ان احنا نوصل للمدينه الثانيه. فانا ما حبيتش طريقه السفر من انا اول ما اوصل لاسنز اركب طياره تاني واروح للمدينه الثانيه بايزي واي ديت، فانا خدت شنطتي ورحت على الانفورميشن ديسك وخدت ماب وقررت ان انا انزل اكسبلور جريس واوصل للديستنيشن اللي انا عايزها من غير ما تبقى حاجه تتحكم فيها في تراك واحد بس، من غير ما اشوف اي حاجه غير من توب فيو بس. فانا نزلت ساعتها وابتدات ان انا اميت نيو بيبل اتكلم معاهم، كان في مشاكل في اللانجوج شويه ان مش كل الناس كانت تقدر تكومينيكيت معايا. ساعتها كنا بنوصل ان احنا نبتدي نتواصل عن طريق ان ثلاثه يتجمعوا ويحاولوا يبسطوا لي الفكره وانا احاول ابسط لهم الفكره، وابتديت ان انا فعلا جيت ثرو ان انا اوصل للترين ستيشن. من حته الترين ستيشن ديت اتعرفت على ناس ثانيه، ناس ثانيه ساعدتني فهمتني ازاي اوصل للمدينه اللي انا عايز اوصل لها. فكان حصل ان انا ابتديت اكوميونيكيت مع نيو بيبل، ابتديت ان انا فتره المسافه كانت ما بين اثنز والمدينه كانت 5 ساعات باي ترين، بس هم ما كانوش 5 ساعات باي ترين يعني فاضيين، هم كان فيهم ان انا ابتديت ان هم يعلموني اللغه بتاعتهم، ابتديت ان انا اعلمهم شويه من اللغه بتاعتي، ابتدينا شويه ان هو يشرحوا لي احنا ماشيين بالترين دوت، يبتدوا يقولوا لي في مونيمنتس تمبلز مثلا عدينا عليها، اولمبيك الجبل بتاعهم هو مشهور، وابتديت ان احنا حتى يبتدي يشرحوا لي ان ايه اكتر الاكلات الموجوده اللي هي في المكان دوت مشهوره يعني. وابتديت ان انا اول ما وصلت المدينه بتاعتي اللي انا كنت عايز اوصلها واتجمعنا حصل الالتقاء خلاص، ابتديت ان انا يبقى في برسبكتيف جديد خالص، ان احنا اتعرفت على ناس جديده اركيتكتس من جامعات تانية من اماكن تانية. باشمهندس يحيى ارجو ورفع الصوت شويه. اول ما وصلت الديستنيشن بتاعتي وابتدينا ان احنا انتراكت مع الناس، ان احنا نبتدي نخش في الورك شوب الجديده اللي هي الاساسيه بتاعتنا، ان احنا نبتدي نعمل كونكشنز، هم يعملوا كونكشنز معانا واحنا بنبتدي نعمل كونكشن، فالكونكشن بقت وورلد وايد يعني، لان كان في ناس كتيره مشاركه في الورك شوب ديت. وكانت مش بس الكونكشنز ديت مع يونج اركتكتس، هي كانت كمان مع بروفيسورز، ان احنا ابتدينا ان هم نفهم اكتر هم التوبكس اللي بيتكلموا عنها والتوبكس اللي هم سبيشاليزد فيها. وكانت انا اظن ان من وقت من سن صغير ان حد يعمل حاجه زي دي بيشوف او بيحصل اكسباند للوعي بتاعه، ان هو يفهم هو عايز يبتدي انترستد في ايه. وانا فعلا كانت الورك شوب ديت كانت مغير رئيسي معايا، ان انا لقيت الانترست بتاعي في الانفايرمنتال تريتمنتس والبيلدينج تكنولوجيز،
وكانت اهم حاجه كانت في الوركشوب ديت، ودي اللي انا عايز اوصل لها في الاخر من المايند ماب ديت، ان لما تيجي التارجت انترناشونال وركشوب لازم تفكر او توصل للاند برودكت بتاعها ان هو يتعمل له بابليكيشن. اهم جزء في الوركشوب انترناشونال دوت جزئيه البابليكيشن، لان هي بتبقى انتدكشن ليك في حاجات كتيره، بتديك اوبورتونيتيز ان انت ممكن في جامعه من الجامعات لو انت حبيت تفكر في ان انت تاخد انترناشونال ماستر ديجري بره، فبتبتدي ان انت هم يبصوا على البابليكيشن بتاعتك سواء كانت هي اركيتكتشرال او ثيوريتيكال او ريسيرش بارت فيها. انا حبيت ان انا اوضح الوركشوب بتاعتي كانت هي اسمها ليك 17 ليك كيوكيني، بس ما حبيتش ان انا اشرحها عن طريق صور، انا حبيت اشرحها بالبابليكيشن اللي حصل منها، وحبيت انها تبقى لايف، يعني البابليكيشن ده لايف. هي بالجريك شويه، يعني هي اولموست بالجريك لانجويج، بس هو يعني احنا كنا حضرينها فاحنا كنا فاهمينها. هو عامه هو كان فكره المشروع ان هو ان احنا بنبتدي نتحرك حوالين مكان معين اسمه ليك كيركيني، ونبتدي ناخد نعمل له دوكيومنتيشن ان هو كان الفكره ان المكان عندهم ان هما مفيش سياحه فيه. فكانت الفكره ان احنا نزلنا عملنا تيمز وابتدينا ان احنا يشرحوا لنا، جابوا لنا سبيشالست فالطيور ان هما كان الليك ديت بتطل على تجمع من انواع الطيور المهاجره، انواع كتيره جدا. وكانت بدانا ان احنا نبتدي بروفيسور ثيودوروس كان معانا، وكنا ابتدينا ان هو ان احنا نتحرك ونشوف اللاندسكيبس والاركتكتشر اليمنتس اللي ممكن نحددها او نعملها، وابتدينا نتعرف شويه على الكالتشر بتاعت الشعب. ان هو حضرنا ايفنتس، كنا بنقعد حتى ناكل كلنا في مكان واحد ونبتدي يحصل. كان وقت الجوري بتاعنا كان، او مش وقت الجوري، كان الديزاين بروسيس ان احنا كان معانا دكتور من المانيا، وكان معانا دكتور من جريك، وكان معانا دكتور من مصر. وابتدينا ان احنا نتقسم تيمز ونفكر في الميثودولوجي، احنا عايزين نحقق ايه، عايزين نوصل ايه. ابتدى جانا سبيشالست يعملوا لنا مايند مابس برضو يوضحوا لنا بيها ايه اللي بيحصل، التراكس بتاعت الطيور. فبدانا نجين تالنتس جديده، بدانا نجين نوليدج جديده، بدانا ان احنا انتراكت مع الناس، بدانا ان احنا نفهم حاجات انا عمري ما كنت اتخيل ان انا هفهمها الا لو كنت اتعاملت مع حد يعني. بس فوصلنا في الاخر ان احنا يعني دي صورنا احنا لما الكونكشنز دي. وصلنا في الاخر للاند برودكتس، الاند برودكتس دي المشاريع بتاعتنا، وناقشناها قدام الجميع وقدام سكان المكان وقدام الجوفرمنت اللي كان موجود، وكانت اكسبيرينس رائعه جدا، وتعلمنا فيها حاجات، وحاجات مش هتحصل الا بان الشخص يتيك ذا ريسك ان هو يبتدي انتراكت، يبتدي ان هو يطلع من الكومفورت زون بتاعه. بس انا حبيت اني كده على ال discussion يعني. شكرا دكتور زينب. شكرا يا باشمهندس يحيى احنا طولنا شويه عن الوقت بس اوكي مفيش مشكله. كتر خيرك وشكرا. ويعني احنا بصراحه كنا حابين ناخدك معانا في المسابقات، ويعني عايزينك تشترك معانا في الورك شوب. يعني انت متميز، ربنا يكرمك. يعني شكرا على العرض. وان شاء الله برضو لو حد ليه اي اسئله لبشمهندس يحيى يعني يا ريت بس نكتبها، وان شاء الله في الاخر الدسكشن بتاعتنا في بعد السبيكرز من خلاص. الف شكر بشمهندس يحيى. بعد كده معانا بشمهندسه فاطمه احمد. بشمهندسه فاطمه هتكلمنا على اكسبيرينس من مصر. هنحاول نعلي صوت شويه فاطمه، وهسيبك تقدمي نفسك ومعاكي العشر دقايق، يا ريت نحاول نلتزم بالوقت. تمام؟ اوكي تمام. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. لا نعلي صوت كمان كده كويس. كده تمام. تمام اتفضل. تمام. كل سنه وانتم طيبين. معاكم مهندسه فاطمه، انا تي اي في اس بي اي اكاديمي، وماسكه وحده التعاون الخارجي هناك. انا خريجه 2019 لسه متخرجه، وكمان يعني كمان ريسيرشر في جامعه القاهره بعمل ماستر. ف
في تاون بلانينج. طبعا انا سعيده ان انا موجوده دلوقتي و ارك سبيس انا حضرت معاهم بصراحه كذا ووركشوب، ف يعني انا فعلا ببقى مبسوطه، يعني دي بتبقى تجربه رائعه. لما قالوا لي اختاري ووركشوب بتكلمي عنها، بصراحه اخترت السيتي براندنج، لان السيتي براندنج كانت بالنسبه لي يعني كانت تجربه مميزه جدا. ليه بقى؟ كنت لسه متخرجه، وانا بالنسبه لي الميزه في الوركشوب ان هي مش بروجكت شغال في الجامعه، فاحنا بنشتغل عشان ناخد مثلا درجات، طبعا دي حاجه مفيده جدا، بس مش عشان يعني مش مركزين عشان ناخد درجات، ولا ان احنا بنمتحن مثلا مركزين في المحاضره عشان نكتب وراها والكلام ده كله. فدي كانت اول حاجه جربها بره، يعني بره الجامعه. يعني انا اكيد حضرت قبل كده، بس ان هو فكره ان انا لا خريجه بقى. فانا بالنسبه لي الوركشوب دي عباره، او عموما يعني الوركشوبس دي لازم تبقى تجربه، لازم تبقى اكسبيرينس، بناخد منها خبره او ناخد منها درس لحياتنا عموما، مش مجرد ان احنا يعني مش مجرد ان انا بتعلم، انا رايحه هناك اتعلم عندي شغف لحاجه كمان في حياتي. فانا دلوقتي هعمل شير. كده السكرين واضحه؟ في واضحه، بس حاولي تقربي المايك معلش اكتر يا فاطمه، برضو صوتي مش واضح، مش عارفه اعمل ايه. يعني نحاول نقربه. طيب كده كويس، تمام تمام. دلوقتي هي السيتي براندنج، هو اتعمل الورك شوب اتعملت 2019 في الجريك كامبس في التحرير. انا كان مفهومي قبل ما اروح على السيتي براندنج او البراندنج عموما، يعني هو يعني هو مجرد الصوره اللي بتيجي في دماغنا اول ما نسمع اسم حاجه معينه. يعني مثلا لما تيجي مثلا سيره تركيا، فاحنا بيبان صوره كده في ذهننا لمده ثواني ان هي البحر الحلو والطيور اللي بتطير والفنار والجو ده، فالصوره دي ثبتتها في دماغنا المسلسلات خلاص. انا شايفه في تركيا مثلا فيها الجامع والسماء والشمس والحاجات دي، خلاص الصوره ده. مثلا لما تيجي باريس بدماغي برضو برج ايفل، نيويورك تمثال حرية كده. يعني هو دايما المكان بيجي بصوره ذهنيه معينه، دي كانت مفهومي تمام. بصراحه انا يعني طب خلاص هي بقى، هي بقى يعني هي جت خلاص، هي دي بالنسبه لي البراندنج. طب ايه بقى بعد كده؟ يعني انا جاي عشان يعني اعرف ايه. فكان الموضوع بصراحه يعني كان اكبر من كده بكتير بمراحل، انه لا بقى يعني لا مش دي البراند، مش دي البراند. البراند دي يعني بتكون صوره واحده بس عن المكان. يعني مثلا احنا في اماكن في الصين واماكن في امريكا، وناس كتير قوي اول ما يسمعوا اسم ايجيبت خلاص بيجي في دماغهم صوره الاهرامات والجمال والصحراء، وخلاص هم مش شايفين في مصر اي حاجه تاني غير ده. هو خلاص شكل اول ما تيجي اسم ايجيبت خلاص هي كده. طيب الوركشوب دي يعني هحاول ان انا استعرض بس المين ايدياز اللي انا استفدت، يعني على مستوي انا، يعني مش بالظبط اللي حصل هناك، بس ده الحاجات اللي انا طلعت بيها من الوركشوب دي. اول حاجه كانت طبعا يعني مفهوم البراندنج اللي اتغير عندي، البراندنج وعلاقته بالايدنتي. يعني الايدنتي هي البراندنج عموما. يعني انا لما باجي اعمل براندنج لمكان معين او لسيتي معينه، ببدا ان انا افكر ايه هي يعني هي فين الايدنتي بتاعت المكان. لان من سمات البراند عموما ان هو لازم يكون ليه ايدنتي واضحه، يعني اول ما خلاص يتقال اسمه في اي حته خلاص انا يعني الهويه بتاعته بتبان تمام. فدلوقتي يعني ايه بقى، ايه العلاقه؟ يعني انا دلوقتي هعمل نوعين من البراندنج. مثلا في نوع اولاني انا في مكان عايز اعمل له براندنج، فابدا ادور على الهوية بتاعته فين، الستوري بتاعته فين، عشان ابدأ ان انا اطلع منها كونسل ابدأ اشتغل عليه. طيب في حاجة تانية، ان انا المكان ده او الحاجة دي تبقى مش يعني ما فيها يعني لسه جديدة وانا اللي بكون لها الصورة دي. فانا هختار تجربة معينة عايزة اعيش الناس اللي هم هيبقوا في المكان اللي هيروحوا فيها، فالتجربة دي هبدأ ان انا ابرزها. يعني مثلا زي الجونة كانت لسه جديدة. طيب ايه المميز في المدينة دي؟ صاحب او العمل المدينة ابتدى ان هو يفكر طب ليه ما عملش فيها مهرجان زي مهرجان الجونة، فبالتالي ان هو تبدأ المدينة تتشهر بيه كل سنة، الناس تبدأ تروح
فخلاص احنا بنروح يا جماعه عشان المهرجان، ففي سليبرتيز هناك، في ناس مشاهير، في جو تاني، فاحنا هنروح بقى نجرب التجربه دي مثلا. ف دي فرق ما بين حاجتين، يعني طريقتين بعمل بيهم براندنج لحاجه. اول اسئله لازم تيجي في بالي وانا بعمل براندنج لحاجه، انا بكلم مين؟ يعني انا عايز اعمل براند لمين؟ يعني عايز الناس هنا تيجي هنا تعمل ايه؟ لازم ابقى انا عندي رد واضح وصريح اوجه بين الناس، يعني انا بوجه لكم يا جماعه انا عايزكم تيجوا هنا عشان كذا كذا كذا. تمام. اتقالت جمله حلوه جدا في الوركشوب دي، كانت احسن حاجه فيها كانت في فرايتي فظيعه ما بين الـ يعني الانستراكتورز، فكان تخصصات مختلفه، وابتدوا ان هم يعني كانت بصراحه هي كانت 3 ايام صغيره بس، كانت فيها موضوعات كتير قوي، والموضوعات ما كانتش متكرره، فكان فيها كونسبت كتير قوي، او في كان في افكار اكتر. تمام. ابتديت ان انا اشوف كان في كونسبت، كان تناول موضوع الهيستوري بتاعت البراند، يعني ان ازاي مثلا من ايام الفراعنه ازاي كان في رمز على، يعني ازاي هم ابتدوا ان هم يشتغلوا على موضوع البراندنج دي، وابتدوا ان هم يلاقوا رموز للحاجات بتاعتهم تدل على الانجازات اللي هم عملوها، او الحاجات اللي هم عملوها علشان يبداوا ان هم يعملوا لوجوز وحاجه يبراندوا بيها. تمام. اول في حاجه بقى، يعني حاجه شدتني جدا هناك، انا كنت انا وتيم معايا كنا في مسابقه، فالمسابقه دي كانت بتعمل ديفلوبنج لشارع الخليفه ومنطقه السيده نفيسه، فاحنا رحنا هناك، فلما رحنا هناك لقينا رسومات على الحيطه، ولما سالنا وايكونز كده في كل حته طول المسار بتاعنا، لما سالنا الناس عليها ايه الايكونز دي جت منين وايه الحاجات اللي على الحيطه دي، لقينا الناس يعني تحمسوا جدا ونطوا كده في مكانهم، لا تعالوا هنحكي لكم ده مبادره الاثر لنا، جم واتكلموا معانا، واحنا هنا بنعمل انشطه الفلانيه، واحنا هنا بنعمل محكه كل يوم خميس بنقعد نتكلم، وهنا مش عارف بنعمل ايه، وهنا في اثر ايه وقصته كذا، ولا ده في اسطوره بتقول كذا، كل الاستوري دي. ففي جوه بقى الورك شوب انا كنت يعني خلاص كده عرفت من الناس، جوه بقى الورك شوب تناول يعني اتحكى الموضوع واتقال الموضوع بالظبط ايه التجربه دي واتعملت ليه، فكانت الفكره كلها ان بانترن اون الناس، يعني البيبل اللي في المكان هم اللي يبقوا مسؤولين ان هم يعملوا براندنج لنفسهم. ازاي؟ انا ببدا اخد منهم كل حاجه جواهم والايدنتيتي بتاعتهم، وهم وباخد كل الاساطير والقصص والحكاوي والتاريخ بتاعهم، وابدا اعمل منه قصه اعيش فيها الناس اللي جايه في التجربه دي. طبعا احنا اتكلمنا عن يعني التول بوكس بتاع يعني ان انا اعمل براند المكان، ان انا طبعا الفوتوغرافرز الصور والجرافيكس واللوجوز والحاجات دي والهاند كرافت والحاجات دي. فكان يعني كان من ضمن طبعا سامبلز كتير قوي 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 اتقالت، فيعني باختصار ان كل دوله او كل مكان انا هعمل له براند، ممكن ان انا اعمل براند من خلال اسطوره موجوده في المكان، او من خلال مثلا سياسه الدوله ناويه تحققها في المكان ده، يعني مثلا عايزه الدولة تقول ان في هنا فرايتي في الكالتشر، واحنا بعد كده هنبقى دولة هنحقق مثلا سستينابيليتي وهنعمل مش عارف ايه، فهبدأ ان انا لما اعمل اصمم الجرافيكس بتاعت الاماكن دي، هبدأ ان انا اراعي فيها الرؤية بتاعت المكان، او اراعي فيه الاسطورة اللي موجودة اللي انا عايز احقق من خلال الاسطورة دي حاجة معينة. انا مثلا ازمير مدينة في تركيا الرمز بتاعها العين اللي هي العين بتاعت الحسد دي اللي احنا كلنا عارفينها، فالعين دي هي عندهم المفروض ان هي بترجع الشر، فهم خدوا الكونسبت بتاعها اساس ان ازمير دي هي المدينه اللي هتقف بقى في وش يعني هي قويه وهتقف في وش الشر والحاجات دي، فابتدت ان هي دي تبقى الكونسبت. احنا قدامنا قد ايه؟ هي خلاص دقيقتين وخلص. خلاص دقيقتين. طب احنا معانا دقيقه. اوكي ماشي. ممكن نرفع الصوت كمان شويه؟ طيب كده تمام كويس. تمام. طبعا اتفضل. يعني انا كان في بقى اكزامبلز كتير، ف
هقول بس سريعا علاقة الميديا بالبراندينج. ده فيلم، الفيلم ده فيلم كرتون عملته ديزني، ده عن مدينة اسمها سان سيسيليا في المكسيك، في المكسيك. المدينة يعني الفيلم طبعا الصور بس هي بتحكي المدينة دي، عاداتها وتقاليدها وأعيادها وكل حاجة اتحكت في الفيلم على شكل قصة كرتون. فبالتالي أنا قاعدة في بيتنا في مصر وشفت ايه القصة اللي موجودة هناك وابتديت اشوف المدينة من خلال فيلم. فطبعا يعني ده بيوضح ازاي الميديا بتأثر في البراندنج عموما. والسوشيال ميديا كان في كلام عن السوشيال ميديا ازاي هي بتأثر، وازاي انا كواحد بعمل براندنج اختار ايه نوعية يعني ازاي ابدأ من على السوشيال ميديا. يعني انا مثلا لو بكلم المصريين عايزة اوجد لهم حاجة، فهبدا ان انا اكلمهم من اكتر ابلكيشن هم بيستخدموه، يعني الفيسبوك مثلا. لو هكلم مثلا الخليج وكده، فهبدا ان انا اوجد لهم برضو مثلا من الانستغرام او من السناب شات مثلا، اكتر ابلكيشن بيوصل للتخصص اللي انا عايزه اوصل له. دي الورك شوب خدنا في يعني خلاص انا خلصت، بس احنا في الاخر كنا خدنا كل واحد مكان. المكان ده ابتدى ان هو بقى نعمل brainstorming ونبدأ ان احنا نتكلم على ازاي هنعمل للمكان ده branding، على اساس ان احنا يا اما نطلع الطريقتين، يا اما نطلع الايدنتي بتاعته وندور على قصة نحكيها او نعملها او نعمل تجربة معينة بحيث ان احنا نطلع يعني نعمل البراندنج من خلال الموضوع ده، او اننا المكان ده يبقى لسه جديد. يعني مثلا لو انا بتكلم مثلا على الغردقة ودهب، فدهب بتعيشك حالة معينة والغردقة حالة تانية، مع ان الاثنين على البحر الاحمر. ليه اسكندرية وليه مرسى مطروح؟ ما الاثنين برضو على المتوسط، دي حالة ودي حالة. فلازم انا لو حتى رايحة اعمل نفس الاكتيفيتيز بيبقى في حالة معينة لازم انا كواحد بعمل براندنج لمكان اعيشك فيها في قصة معينة علشان تقدر ان انت تكمل. في الاخر الوركشوب دي كانت مفيدة من ناحية حياتنا، من ناحية ان احنا لما بنيجي نعمل اي انجاز او نعمل اي حاجة في حياتنا لازم ان احنا نفكر، يعني الافكار تترتب، احنا بنكلم مين او احنا ازاي نعمل الحاجات الانجازات او المشاريع او المسابقات او اي حاجة احنا بنعملها براند، ازاي يبقى ليك اسلوبك ان انت بتوصل للناس حاجة معينة هو من خلالها خلاص اول ما يجي مثلا يتقال الحاجه الفلانيه عملها فلان خلاص هيبدا ان هو يجي في دماغه بصوره ذهنيه للحاجه دي. فده كان حاجه عظيمه جدا في الورك شوب، وطبعا الخبرات الفظيعه والديسكشنز اللي كانت بتحصل ويعني البرين ستورمينج والحاجات دي كلها. شكرا بجد دكتور احمد ودكتور زينب عشان التجربه دي كانت فعلا 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 يعني كانت كويسة جدا لدرجة ان انا مبسوطة قوي ان انا اتكلمت عنها النهاردة. انا طولت. لا خالص، شكرا ليكي، استمتعنا بتفكيرك. برضو لو اي حد ليه اسئلة لبشمهندسة فاطمة برضو ياريت ناخد الاسئلة بتاعتها بحيث نسألها ان شاء الله في الاخر. طيب احنا دكتور دعاء ودتنا ايطاليا، وبعدين بشمهندس يحيى ودنا اليونان، وبعدين فاطمة ربنا يسامحها رجعتنا مصر. فاحنا باشمهندس اسلام علي مشكورا هيكلمنا دلوقتي عن روما، هنروح روما بقى تاني. وبعدين بعد كده ان شاء الله باشمهندس ايه بولي هتودينا الصين. فباشمهندس اسلام علي معماري وبرضو تي اي في جامعة ام اس اي، يشرفنا ان هو يكون معانا. باشمهندس اسلام احب انك تقدم نفسك. شكرا، شكرا جدا يا دكتور. طبعا يعني فرصه سعيده جدا بوجودي في الاكسبيرينس الرائعه دي، وفرصه يعني اتمنى ان هي طبعا تتعوض على طول ان شاء الله. انا باشمهندس اسلام علي، انا معيد في جامعه ام اس اي. تمام، انا ان شاء الله هتكلم النهارده على نوعين من انواع الورك شوبس، طريقه عامه وطريقه صفة عامة شوية. طبعا فأول حاجة خالص، أنا بشوف إن الوركشوب دي أكتر حاجة أو أسهل حاجة وأسهل طريق إن إحنا نعرف الدايركشن بتاعنا أو الحاجة اللي إحنا نفسنا
هو ده الفاشن بتاعنا، هو ده الفيل بتاعنا احنا نرتكز عليه. من فتره شفت ارتكل بيتكلم قوي على teaching methods للاركيتكتشر، وكان بيتكلم على الفورمال والانفورمال، وكان متركز جدا على فكره الانفورمال اللي هو الوركشوبس، وكان شايف ان الوركشوبس مش بس ان هي بتتعمل بره حدود الجامعه، لا هو برضو نقدر ان احنا نعملها جوه الجامعه وتبقى عباره عن وركشوب سريعه جدا لبروجكت صغير جدا، يعني لتايم مثلا اسبوع او حاجه، فيطلع لي برودكت اسرع وطريقه اسهل، وتخلي داتا كتيره قوي توصل للطلبه وغيرهم. انا لما جيت اختار الوركشوبس طبعا يعني لقيت احسن تو وركشوبس او تو اكسبيرينسز اقدر اقدمهم هي روم سمر سكول، ودي كانت في روما، وعزبه بروجكت. طبعا هحاول اقول المفارقات ما بينهم وايه مقارنه سريعه كده جدا كده ما بينهم. روما سمر سكول بالنسبه ان هي كانت في ايطاليا، كانت كمبيوتر بيزد او ديزاين بيزد، كانت عباره عن كورس في راينو جراس هوبر، وبعد كده بيحصل بروسيس اللي هي بنتوزع لتيمز، وبعد كده كل واحد بيحاول يطلع برودكت معين. طبعا هشرح الكلام ده برضو بعدين واحنا بنشوف الاوتكمز بتاعت الكومبيتيشن نفسها وكل تيم طلع ايه. وبعد كده طبعا هي عباره عن 3 اسابيع، تمام؟ فبرضو سمر سكول، معظم السمر سكولز طبعا بتبقى وقتها اكبر شويه، بتوصل اسبوعين او 3 اسابيع وممكن اكتر كمان. بالنسبه لباقي الورك شوبس او معظم الورك شوبس تبقى لا تتعدى الاسبوع، فعشان كده بقول ان هي دايما بتبقى اكسبيرينس سريعه جدا، بتعرف فيها حاجات كتيره جدا وتستفيد منها بشكل اوسع. اللي هي حاجه زي العزبه بروجكت، العزبه بروجكت كانت بالاتحاد مع ذا اي دي وجامعه عين شمس. هي نوعها ان هي براكتيكال ورك شوب، هي ملهاش علاقه خالص بالديزاين ولا شفافات ولا التولز اللي احنا دايما بنستخدمها في معظم الورك شوبس بتاعتنا. هي شويه انت يعني هاندز اون انفولفمنت، انت بتحاول تعمل اكشن بايدك، انت بتحاول بتعمل فيزيكال حاجه، فيزيكال بتبني حيطه، بتبني تنده، بتبني سيت، وكل ده بيبقى للناس. فطبعا عزبه بروجكت كان تركيزها اكتر على عزبه ابو قرن اللي هي موجوده في مصر القديمه، وكانت تتركز جدا في الشوارع والمدارس وكذا منطقه بالنسبه لمنطقه العزبه بشكل اخص. طيب هتكلم دلوقتي على فكره الوركشوب وازاي بتمشي فكره الوركشوب. اي وركشوب تقريبا ليها 3 بروسيس، اللي هي اول حاجه هي عباره عن الماتيريالز والريسيرش اللي هو ممكن يحصل، وده طبعا بتبقى مختلفه شويه من وركشوب للثانيه. يعني مثلا بالنسبه لو هتكلم على العزبه، فهقول ان التولز بتاعتها هي الايكويبمنتس، وفكره ان احنا هنبني حاجه معينه، حيطه او كلتشر سنتر او حاجه معينه. لكن في روما سمر سكول احنا بنعمل ديزاين، بنتعلم كورس، بنتعلم برنامج معين، بلاجن معين. بالنسبه للبروسيس برضو تقريبا هي حاجه ثابته، يعني دايما بشوف دايما جدا في الوركشوب ان احنا بتوزع لي تيمز معينه، وكل تيم بيبقى مهمته ان هو يطلع برودكت معين. فبعد كده بيحولني لفكره البرودكت والاوتكم اللي هو بتبقى مختلفه جدا من تيمز للتاني. عشان كده انت بس مش بتعمل شير للنوليدج بتاعتك بس، لا انت كمان بتشوف النوليدج اللي عند الناس، فدي حته ان انت برضو بتوسع علاقاتك وبتوسع النوليدج بتاعتك. طبعا بالنسبه لروما سمر سكول، لو انا هتكلم بقى بصفه مختصه شويه، فروما سمر سكول كانت في روما، كانت لمده 3 اسابيع. كان اول اسبوع كان لمهندس معروف جدا اللي هو ارتورو تيديسكي، طبعا دي يعني واحد من الناس الكويسه جدا في الراينو و جزء المشاريع. بعد كده تاني اسبوع كان بيتكلم على جراس هوبر، وكان ده كريس ميكي. كريس ميكي ده كان مختص اكتر، تمام، كان مختص اكتر بالجزء اللي هو الانفيرمنتال، تمام. فده علمنا فكره الليدي باج والجراس هوبر، بنشوف طبعا الاناليسز زي حاجات زي كده زي سمر شادو اناليسز وسمر توتال راديشن والكومفورت زون، وكل حاجه ليها علاقه بالانفيرمنت. ثالث اسبوع كان هو الكومبيتيشن اللي احنا طلعنا فيه البرودكت ده، اتقسمنا لثري تيمز، كل تيم طلع البرودكت بتاعه، تمام.
فالموضوع كله عباره عن ان هو كان بروجكت صغير جدا عباره عن بافيليون. كل واحد اخذ بيازا معينه. البيازا اللي هي الميدان او اللي هو مساحه كورت او مساحه كبيره جدا يعني في مكان عام. فهو طبعا كان يعني بيخش فيه جزء كبير جدا من الاربن وفي نفس الوقت جزء كبير جدا من الديزاين. طبعا حتى الباك جراوند دي كانت صوره حقيقيه فعلا واتصورت بانوراما في بيازا روما. وبعد كده بعد ما وصلنا للديزاين اللي احنا اشتغلنا عليه بجراس هوبر وطبعا بالاناليسيس اللي احنا شفناها بالنسبه للاربن، بعد كده طلعنا البرودكت الاخير ده. تمام، فده بالنسبه لل روما سمر سكول. بالنسبه للعزبه، العزبه كنا اخذنا اخر فتره كانت هو تو ورك شوبس. كانت ورك شوب بتتكلم على ستريت انترفنشن، تمام، و سكول انترفنشن. فطبعا دي كانت قبلها كان في مسابقه. المسابقه دي كانت عن السكول وازاي نعمل لاندسكيب او ازاي ان احنا نعمل نجدد ساحه المدرسه ونخليها مور انتراكتيف للستودنتس وكده. طبعا حتى يعني دخلت الكومبيتيشن دي وخدنا مركز تاني. وبعد كده بعد ما الكومبيتيشن دي خلصت عمل ان احنا ننفذ بقى جات اللي هي الايه الستيب بتاعه التنفيذ. اخترنا ناس من جامعات مختلفه. زي ما احنا شايفين هنا هو ده فيديو سريع جدا هنشوف البروسس اللي بتحصل. طبعا دي كانت عباره عن تندا، فهنا كانت كنا بنحاول ان احنا ننقل الطوب اللي هو الطوب اللي هو بيجي من الفيوم اللي هو الطفله. حتى احنا سافرنا يومين عشان نشوف الطوب ده بيتعمل ازاي وكده، وكانت اكسبيرينس كويسه جدا ان احنا جوه الوركشوب اصلا هي موجوده في مدرسه في منطقه عشوائيه، بس في نفس الوقت رحنا الفيوم وشفنا اكسبيرينس معينه وشفنا الطوب ده بيتعمل ازاي. وبعد كده جبناه هنا وتعلمنا ازاي بنبنيه. طبعا برضو العمدان احنا اللي عاملينها، يعني كل ده عباره عن طلبه، وزي ما انتم حضراتكم شايفين برضو هم طلبه بنات واولاد. يعني الموضوع مش عباره عن لا صعب فمش هينفع بنات، لا بالعكس، ده معظم الورك شوبس دي كانت بيبقى فيه بنات اكتر من الاولاد كمان. فتبقى يعني نوع من انواع الورك شوبس دي بتبقى جميله جدا في حته ان انت بتخش انت تعمل حاجه انت بايدك. فزي ما هي الحاجات اللي هي انترناشونال ورك شوبس اللي انت بتسافر وبتشوف ناس كتيره وتتعرف على كالتشرز مختلفه، الموضوع بيبقى برضو جميل جدا لما انت تعمل حاجه بايدك وفي نفس الوقت تتعرف على ناس فعلا تبقى نفسها تعمل حاجه للعشوائيات دي او الناس اللي موجوده في الاماكن دي. بعض الريكومنديشنز اللي انا شايفها ان احنا طبعا عندنا يعني السوشيال ميديا وفرت حاجات كتيره جدا بالنسبه ان احنا نقدر يعني ندخل ونشوف ايه الورك شوبس اللي احنا نقدر يعني تبقى كويسه لينا ماشيه مع الفاشن بتاعنا. في حاجات انترناشونال، في حاجات يعني مش انترناشونال او اربن او هنا في مصر، في حاجات زي مثلا البيجز الموجوده، في علاقات. يعني طول ما انت بتتعرف على علاقات، طول ما انت بتوسع علاقاتك، طول ما انت هتعرف ناس هتقول لك تعمل ايه وتروح فين كده. وفي يعني في حاجات كتيره قوي زي مجاوره، يعني في مؤسسات كتيره جدا بتشتغل على نظام الوركشوب ده. فبس فاخر يعني اخر كلامي ان احنا نحاول ان احنا بس نوسع علاقاتنا ونوسع دائرتنا، نطلع بره الكومفورت زون، نحاول نتعرف على بلاد وثقافات جديده. دايما حته الانترناشونال ورك شوبس دي هي اللي بتخلينا نعرف الثقافات الجديده، وفي نفس الوقت برضو النوع اللي هو من انواع اللي هو الاربن ورك شوبس بتخلينا نعرف الناس اللي هي موجوده في اماكن عشوائيه او ايا كان الاماكن او ايا كان المناطق. المهم ان انت بتعرف على حاجه جديده، تطلع بره الزوم بتاعك. فطبعا عشان الوقت يعني هو ده اللي انا نهايه كلامي وده اخر حاجه. شكرا جدا. شكرا باشمهندس اسلام، اشكرك جدا على الالتزام بالوقت. بيرفكت بالظبط يعني اون تايم. كتر خيرك. احنا هننتقل للمتحدث الاخير ختامه مسك زي ما بيقول، باشمهندسه ايه الخولي. هتعرض لنا تجربه من سين. و باشمهندسه ايه ممكن تتفضلي قدمي نفسك ومعاكي برضو 10 دقائق نحاول نلتزم بالوقت، وبعد كده ان شاء الله نفتح الفلور للمناقشه. طيب السلام عليكم. انا ايه الخولي.
انا بعمل شويه حاجات. اولا انا ماما وزوجه ومهندسه وبحاول اكون معلمه. واخر حاجه وشغفي كله اني الحمد لله اخيرا يعني بقيت خبير مشاركه مجتمعيه. يعني ايه؟ يعني الراجل اللي بيروح يرغي مع الناس عشان يقدر يحول الكلام للعمران حمزه الوسط. ربنا يجعلنا دايما يعني. الحقيقه ان الزملاء من الأساتذة والطلبة والزملاء اللي حبايبنا اللي اتكلموا قبلي اتكلموا عن تجارب هايلة قوي، بس محدش فينا غيره عنده كام سؤال كده. أول سؤال مثلا، طب يا جماعة حلوة قوي، انتوا شاطرين ومعيدين وأوائل دفعتكم ومحضرين ماجستير ودكتوراه، طب يا جماعة مين أنا؟ يعني أنا ابن مين في مصر عشان أسافر وركشوب؟ وهل هتبقى فاندد ولا حضرتك هندفع ولا إيه النظام؟ دي حاجة مهمة جدا. الحاجة الثانية يعني اعتقد ان ربنا اكرمني باني عملت عدد ووركشوبس، في اللي دفعت فيه فلوس وفي اللي قبضت فيه فلوس وفي اللي دفع لي فيه فلوس مش قليل، وكان في كتير منهم انترناشنال. اشمعنى التجربة دي اللي انا حبيت ان احنا نشارك؟ الحقيقة لان التجربة دي كانت مختلفة، وام نوت جوينج تو شير التفاصيل اللي حصلت اديوكيشن، لاني بتهيالي ان الجمهور العريض مستني يسمع اكتر هو احنا بنعمل ايه، هو ازاي الناس دي بتتقابل، هو التجارب المختلفه دي، هو ازاي انا اقدر اعرف اذا كانت الورك شوب دي يعني زي ما بيقولوا كده فكسانه ولا ظريفه ولا ايه. فهو في كام حاجه كده خلينا نبتدي بيه. التجربه دي الحقيقه كانت مختلفه تماما لانها ما كانش ليها علاقه بالاكاديميا. انا ما سافرتش التجربه دي ولا عشان مدرس مساعد ولا عشان يعني يمكن اللي هقوله لكم فعلا ده هو اللي ليه علاقه بالعلم، انه الحقيقه ان اللي بيدور على انه يبقى بيعمل علم بجد ربنا بيكرمه. يعني انا اخترت موضوع دكتوراه مش قديم قوي، جديد end of knowledge، طلع عيني شويه في الاخر، اتعلمت شويه حاجات فادتني جدا on the professional level وخلتني سافرت professionally as an expert. طب ما انا عارف خالص ان انا رايحه حته معينه وانها تنقلني من حته لحته، بس انا عندي اخلاص نية. الحقيقه جات لي اصلا في وقت انا ما كنتش عارفه هينفع اسافر فيه ولا لا، وما كنتش عارفه حاجات كتير قوي، وكنت متلخبطه وما كنتش عارفه قيمه نفسي، فسبحان الله ربنا بعتها. يمكن ساعات تسافر مش بس عشان توسع علاقاتك، مش بس عشان تكتشف تجربه جديده، انما يمكن تكون تيرنينج بوينت في حياتك. عشان ما اطولش عليك، التجربه كانت لطيفه جدا لانها كانت على بروفيشنال ليفل. طيب اللي يهمنا احنا من ايه في الموضوع ده ايه؟ والله يا جماعه في حاجه اسمها ايزو كارب دي تاني مؤسسة عمرانية عالمية بعد الـ American Association، أو يعني معرفش المستوى العالمي يعني، بس هي من أكبر المؤسسات العالمية، وهي عندها بروجرام اسمه YPP Young Planning Professionals، وبتعمل workshops بصفة مستمرة أو دورية، وبتكون funded وبتكون مش معتمدة على إن حضرتك تكون أكاديمي، دي معتمدة على إن حضرتك تكون professional. فيمكن دي عشان كده حبيت انها تكون هي عشان تبقى للناس الاكبر. عرفت ازاي عنها؟ عرفت عن طريق شيرنج، ربنا يبارك لها، معرفش سمعها ولا لا، منى هنداوي ومارين بعتولي، وانا كنت ما كنتش متابعه جيده للصفحه الحقيقه، وبعدين عرفت انها صفحه مهمه جدا. فدي حاجه برضو ان احنا لا نبقى عارفين هو بنتابع يعني في فرص كتير جدا 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 للمصريين والعرب يعني قبل الكورونا، الله اعلم بعد كده هيبقى ايه الظروف. ده التيم بتاعي. التيم بقى اللي يهمنا برضه في السلايد دي هو عدد الجنسيات، هند، صين، مصر، والسينيور بتاعتنا كانت كانها كده رئيسة هيئة التخطيط العمراني. والحقيقة ان دي كانت ورشة عمل زي ما بقول لكم انها بروفيشنال، اختاروا فيها 6 على مستوى العالم، والحمد لله بفضل الله ربنا اكرمني وكنت منهم. كنت المسلمة والعربية ويمكن الافريقية الوحيدة، فضل من الله سبحانه جل شأنه، ليس لي به من سلطان. تيم ورك بقى، وانك تعمل شغلك بجد، وانك تصدق في العلم اللي بتتعلمه. يعني ساعات الواحد بيتهز، فالنزول لارض الواقع، ودي ميزه الورك شوبس عموما اللي تخلينا دايما نشجعكم انكم تشتغلوا عليها وتقدموا فيها. حتى لو اساتذتنا دايما يقولوا لنا يعني انت لازم هتتعرف، يعني معروف كده احنا بنروح مؤتمرات علشان المينجلينج، علشان يتعرف ان فلان ده بيشتغل في الحته الفلانيه، فحضرتك لما بتكبر كده وتبقى استاذ كويس عندك شويه علم كويسين بيبداوا يجيبوك تتكلم، فشويه بتدفع وبعدين شويه بيدفع لك. بعدين
الورك شوبس بقى ميزتها الاساسيه قال ان على عكس المؤتمرات انها بتربط كونتنت علمي محترم بارض الواقع. طيب دي شويه صور من الحاجات اللي عملناها. كميه التجارب كانت رهيبه. اشتغلنا في كلاسز. انا هقول لكم انا كاي استفدت ايه. واحد انا عرفت ان الكونتريبيوشن بتاعي في الدكتوراه شغال, فدي كانت حاجه كويسه جدا. كان عندي مشاكل ان اطبقه في مصر يعني. واثنين اشتغلت مع ناس بجنسيات مختلفه. ثلاثة انت بتعرف طبايع مختلفة تماما عن الناس. اربعة الصين ولا فيها ولا فيسبوك ولا واتساب ولا بيتكلموا انجليزي. المضيفة بتاعت الطائرة ما كانتش بتتكلم انجليزي. دي كانت اول مرة سافر رحلة اللي هي بنعدي فيها على ضلمة نور دي, يعني ابقى بكلمكم في حتة يعني اضاءة مختلفة. اللي عرفته بعد كده انها كانت مهمه جدا, وان ما فهمت بقى وان اكسبرت وست على مستوى العالم. طبعا ما كنتش عارفه الكلام ده. انا كنت بقدم من باب انها فعلا في موضوع دراستي وفعلا في موضوع شغلي. الناس دي بتدور على ايه؟ الناس دي بتدور على كذا حاجه. اول حاجه ما ينفعش تبقى رايح تستفيد بس. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو رايح, لو حضرتك شخص انتهازي, هو هيجيبك ليه؟ هو عايز ان حد ياخد ويدي. هو كده كده عنده فن. وارد ان في بعض الحاجات تكون تبقى محتاج ان يكون معك شويه فلوس, لان هم هيرجعوا لك, انت بتدفع وبعدين بيرجعوا لنا الفلوس, فممكن يعني تبقى بتعين شويه كده على ثلاثه. اخلاص النيه. شويه الصور الكتير اللي ورا بعضها دي, دول احنا كنا اربعه تيمز بقى, ودول خبراء, ودول ناس من بلاد مختلفه تماما, وفيهم ناس من الصين وكذا وكذا. في الاخر اسامينا جت في الجورنان في الصين وطلعت حاجه كويسه. ويمكن ما كانتش يعني مش كل الورك شوبس الواحد راحها كانت احسن حاجه في الدنيا, بس دايما هتلاقي حاجه تكسبها, ودايما لازم يكون عندك حاجه تديها, لانك لو ما عندكش حاجه تديها مش تقدر تكسب بس. يعني انا على البروفيشنال ليفل زي ما بقول لكم تحولت من ناشونال اكسبرت في لحظه لانترناشونال اكسبرت, وليس لي لا حول ولا قوه في ده الا اخلاص النيه وطلب العلم. يعني ربنا يديمه نعمه ويجعله خالص لوجهه. تاني حاجة personal experience بتاعت ان انا واتوه في المطار والطيارة تتأخر والمضيفة ما بتتكلمش انجليزي. انت متخيل لما مضيف يعني مضيفة ما بتتكلمش انجليزي هيبقى بيعملوا ايه تاني؟ يعني مين هيبقى بيتكلم؟ طيب academic experience زي ما قلتلكو, حط دايما اهداف, ما تخليش الهدف اللي انت رايح له هو لا هو ان انا رايح اخرج بس. طبعا ده هدف مهم جدا على فكرة, يعني exploring the city is حاجة من مذاكرتنا, دي حاجة دايما بنقولها للطلبة كبار وصغيرين ولسه اساتذتنا بيقولوها. personal level, اكتشف حاجه جديده فيه كل مره, يعني روح اتفرج. على personal level خليك داعيه, مش هقول لك لدينك ولا لكذا خالص, خليك داعيه لبلدك. انت في الاخر لو انت واحد من عدد من الناس انت بتمثل, لا يعني الكلام ده مش كبير, ده حقيقي. انت فعلا سواء انت مشترك او مش مشترك, انت مدفوع لك ولا دافع ولا جاي رايح تعلم ولا رايح تتعلم, في جميع الاحوال انت نموذج وتسال. لما بتبقى نموذج كويس بتسال هو ايه ده, هو ليه كده. يعني اكاديميك اكسبيرينس زي ما بقول لكم انا استفدت كذا حاجه. انا كنت رايحه از اني امارس. طبعا انا قابلت مثلا جانس اليرت اللي هو كاتب الكتاب بتاع اليونيسف بتاع. انا اصلا لما كنت لقيت راجل جاي مهتم يتكلم معايا, وانا اصلا يعني اليونيسف ما بتكتبش مين الكاتب, فانا مش عارفه مين ده. من لما اكتشفت مين ده اللي هو يا نهار ابيض, انا اللي كنت احلم في حياتي اني يعني اعرف هو مين, مش بس اقابله. فساعات الواحد يلاقي فرص. ساعتها بقى عملت كده شويه اعاده اولويات, استفدت مش بس, ما تستفدش بس اللي ديزايند بالورك شوب تيم. حط لنفسك بلان, انا رايح استفيد على كل الليفلز, على اربعه ليفلز لازم تاخد بروفيشنال اكسبيرينس من اللي انت هتعمله ده, حتى لو انها تكون التعامل مع ناس مش لطيفه. يعني دي حد ذاتها اكسبيرينس. لازم تكتشف حاجه جديده في نفسك. لو انت اكاديمي اهتم بالبعد الاكاديمي, ولو انت مش اكاديمي العلم بيفيد في كل الحالات. ادفنتشر وسيلف اكسبريشن, دي حقيقه. انت بتتفرج وبتستمتع, ولما بتسافر لوحدك الموضوع بيبقى مختلف عن لما بتسافر مع حد من زمايلك عن لما بتسافر مع حد تاني. اخر حاجه عايزه اقولها لكم قبل ما وقت ينتهي, هو قدموا, ما تخافوش وما تحبطوش, واستمتعوا باللي انتوا بتعملوه كويس قوي. وارجوكم شاركوا الناس المعلومه اللي عندكم. اللي بيخبي المعلومات وبيخاف عليها ما بيوصلش لحاجه. لو ما كانش حد قال لي ما كنتش هعرف اروح, ولو ما كنتش انا بقول لحد كان يمكن حد غيري ما يعرفش,
السايكل دي تلف. العلم زي الخير دايره وبتلف. انا متشكره جدا 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 لاستضافتي النهارده، وشكرا جدا استماعكم، وشكرا جدا لكل زمايلي. شكرا باشمهندسه ايه، كتر خيرك. يعني عايزه اقول ايه، البركه بالشباب جميع المتحدثين من اول دكتوره دعاء، يعني افدتونا جدا، ربنا يكرمكم. عايزه اقول حاجتين دلوقتي. اول حاجه ان شاء الله هيبقى في شهادات للحضور، هننزل اللينك في الشات علشان واحنا بناخد الاسئله وبنعمل الدسكشن ممكن حضراتكم تسجلوا علشان ان شاء الله تاخدوا شهادات الاتندنس لكل الناس اللي كانوا معانا في الايفنت. هستأذن حضراتكم اللي ليه اي مداخله يعمل بس ريز هاند ونفتح له الكلمه. اي تعليق اي سؤال بعد اذن حضرتك يا دكتور، بس قولي للناس ازاي يعملوا ريز هاند لان في ناس مش عارفه. طيب اتفضل حضرتك قولي يا دكتوره. اللي شغال من الكمبيوتر هيلاقي عنده جنب الكاميرا كده، يعني في الجنب اللي فيه الاسماء كده raise hand invite unmute me raise hand، في الجزء اللي فيه الاسماء بتاعت الناس يا جماعه. تمام، في حد مش واضح له كله، يعني الجزء اللي احنا ظاهرين فيه قدامك على اليمين هتلاقي فيه ريز هاند. تمام تمام، ده في ناس اكتشفت وكله واقعي. هسيب لحضرتك بقى المايك، اتفضلي يا فندم. شكرا يا دكتور احمد، اتفضل فيه. طيب معلش انا طبعا لسه بشوف، ممكن حد يكون رفع ايده قبل حد، بس ممكن الترتيب اللي انا هقوله نبدا بدكتور دكتور سحر كده، هو من اول دكتور سحر بالترتيب يا دكتور. اتفضل دكتور سحر، اتفضلي يا دكتور سحر. السلام عليكم. يا ريت بس حضرتك تعرفينا بنفسك ونتشرف بحضرتك. كل حد عايز يعرف نفسه الدكتور سحر محسن، اتفضلي حضرتك. اوكي انا اسمي دكتوره سحر، هندسه بني سويف، دكتوره تخطيط ومسؤوله لجنه التعلم غير الرسمي او غير النظامي او الانفورمال ليرنينج. وبالتالي الموضوعات اللي انا شايفاها دي الحقيقه انا يعني عامله زي اللي بسمع موسيقى فجاه عليها جدا جدا جدا. يعني هو زي ما الحقيقه انا قاريه الحقيقه وعامله بحث كبير في الانفورمال ليرنينج، وفعلا زي ما دكتوره دعاء ومهندس اسلام ومهندسه فاطمه وغيره قالوا كل فوائد دي، وفي فوائد كتيره جدا من الورك شوب والمسابقات والانشطه غير الرسميه. وبالتالي هي فائدتها رهيبه، يعني هي فعلا دي محتاجه ورك شوب ممكن نعملها لوحدها، شرح الاكتيفيتي والاهداف وازاي ننظمها وزي نطلع بيها بفوائد كتيرة. بس أنا حابة إن أنا من خلال دكتورة ريهام أولا معايا هنا رئيسة القسم، يعني أنا وهي الحمد لله معاكم، فأنا بدعوكم جميعا للتواصل بحيث إن إحنا نعمل شير نولج وشير إكسبيرينس لتطوير التعليم المعماري في مصر. الحقيقة هو على بالنسبة للولاد هي فوائدها لا تحصى، بس بالنسبة للأقسام فوائدها كمان لا تحصى. أبسطها ان هي بتأهلنا الاعتماد الاكاديمي. كده ازاي احنا كلنا كده زي ما بنعمل شير للنولج للولاد، احنا كاقسام احنا موارد بشريه فبنعمل سمشن بتاع كل البروفيشنال اكسبيرينس بتاعتنا والنولج اكسبيرينس وبنحطها في الوركشوب دي او في الاكتيفيتيز دي، وبالتالي بنساعد كتير جدا الناس اللي هي او الاقسام المشاركه في الارتقاء ب التحقيق بتاع نواتج التعلم عندها. فالحقيقه انا بدعو من خلال الدكتوره زينب ان احنا كلنا يبقى في تواصل بينا ونشترك مع معمارية بني سويف وام اس اي وبنها وكفر الشيخ وهاتفر، ونعمل اكتيفيتيز منظمه على مدار السنه الدراسيه. اتشرفت واشكركم جدا جدا. شكرا دكتوره صحيح. باي باي. دكتور جمال عبد الحليم. تمام دكتور احمد هارون، ممكن لغايه ما دكتور جمال يقدر يتواصل معانا. السلام عليكم. دكتور جمال اتفضل يا فندم. ايوه اتفضل يا دكتور.
معلش نتعرف بحضرتك. جمال عبد الحليم خالد، 24 سنة، خريج هندسة النهضة بني سويف، محافظة المنيا. اتفضل يا فندم. تمام كده سامعني ولا؟ أي يا فندم سامعين حضرتك، اتفضل. وأنا بصراحة كنت بقلب كده يعني فيلت حضراتكم، فقلت أشارك معاكم في الجروب بصراحة. في الإيميل ده كويس. الله يخليك. ليه سؤال معين يا باشمهندس جمال؟ لا ماليش. تمام، كتر خيرك، نورتنا. الله يخليك يا دكتور. كتر دكتور احمد هارون، اتفضل يا فندم. هو والله انا ليا اسئله كتير، فبس عشان الوقت فهسال سؤال، ولو عندي وقت تاني هسال. ممكن نبقى نعمل لحضرتك مداخله اخرى. بعد اذنك. تمام. انا السؤال الاولاني للبشمهندس آية، هل حضرتك تنصحي الطلبة اللي في الأندر جراد اللي يطلعوا انترناشونال ورك شوب، وهل في انترناشونال ورك شوب ممولة للأندر جراد ولا لا؟ احنا بنجاوب في الآخر ولا دلوقتي يا دكتور؟ لا على طول يا باشمهندسة آية، اتفضلي. طيب انصح، انصح طبعا جدا جدا جدا. ليه؟ وانا طالبة ولحد النهارده حاطة لنفسي هدفين، كل سنه في بحث علمي بيتنشر او بتعلم حاجه جديده، يعني لو انا اندرجراد سامر تريننج وات ايفر، وورك شوب فيها سكيلز مختلفه عن فكره اني قاعده ورا المكتب او ورا الجهاز والاوتوكاد. سافر وتعرف وتعلم، ومن غير ما تسافر اي حاجه تلاقيها قدامك قدم فيها، صدقني والله 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 مشروع التخرج وتقديرك العام بيفرق في اول شغلانه، بعد كده بيبدا تربي سمعه زي ما بيقولوا، وبتبدا يتعرف هو انت شاطر في ايه. والحقيقه ان انا افتكر ان في واحده من الوظائف اللي قدمت فيها اتقال لي ايه ده هو انت عملتي كل ده امتى؟ هو ده كان شغال مع الدراسه، وانا ما اعرفش يعني ايه حد بيذاكر بس. انا طول عمري يعني الله يبارك لها امي يا رب ويديها الصحه، انا طول عمري ما اعرفش يعني ايه حد بيذاكر بس. حضرتك قررت تدرس عماره او تخطيط عمراني تحديدا، لو يعني حتى لو ما اتكلمناش عن بقيه المجالات، فحضرتك لازم تتعامل مع الناس لانك لازم تعرف تقراهم، دول الكلاينتس بتوعك. حضرتك لازم تتعلم تشوف حاجات الانترناشونال، لان حضرتك عندك زي ما بقول لكم كده احنا عملنا ورك شوبس من الوراق للصين، فدي شغاله ودي شغاله. ازاي اقدمه؟ في فاندز كتير قوي قوي. مبدئيا انترناشونالي في مصر في دي اي دي اللي هي هيئه المعونه الالمانيه، او هيئه مركز القافي الالماني، اللي هو اسمه دي اي يعني DAAD، بينظم workshops international وبتروح ببلاش وبيغدوك وبيدوك شهادات. AAC كذلك بتعمل حاجات. في أماكن تانية كتير بتعمل حاجات بمقابل ساعات رمزي وساعات غالي شوية. كل المؤسسات الدولية أو معظم الجامعات حتى أنت تقدر تقدم، وبعدين بتبعت لهم، انت بتبعت الابلكيشن بتتقبل. حاجه مهمه كمان، يعني انا اسفه لو ما كانتش في سياق الموضوع، بس انت وانت بتعمل الابلكيشن لازم تكون ذكي كفايه انك بتدي الناس دي حاجه. انت بتقول لهم انت عايز تروح ليه، بتقول لهم هم هيستفيدوا منك ايه، يعني اشمعنى انت اللي هيختاروك لو هيدفعوا لك تحديدا. فمحتاج وانت بتقدم تكون شاطر، عارف تسوق نفسك كويس، فيعني اختصارا للوقت، قدم كتير لو انت اندر جراد، وقدم كتير لو انت بوست جراد. وانا اختار الورك شوب دي تحديدا، يعني ربنا من عليا بان احنا رحنا حاجات في المانيا وحاجات في السعوديه وحاجات في لبنان وحاجات في دول تانية، بس فعلا دي كانت اللي فرق فيها، انها مش عشان انا اكاديميه، الباقيين كلهم رحتهم عشان انا وذن ذا اكاديميا، نكون صراحه مع بعض. انما دي كانت اول مره اتعرف اصلا على فكره ان ممكن يكون في حاجه مهمه جدا كده، وفي مؤتمع مؤسسه مهمه. هم مش بيدوك يعني، هم بيدوك، هم بيعملوا ايه يا جماعه؟ هو انت بالنسبه له بروفيشنالي انت شاب لحد 36 سنه واي تي كيب، في بروجرامز ثانيه للناس اللي سنها اكبر شويه. هم بيعمل ايه؟ هو بيجيبك بيستغل خبرتك وتعكيت صح، هو بيستغل خبرتك انتي جايه كده يا شباب. انا شفت ضحكتين حلوين، عرفت ان عرفت هو بيعمل ايه. هو بدل ما يروح يجيب حد هيديله فلوس كتير، هو بيجيب احسن ناس في المجال ده في الميد كارير. انت عايز ايه وانت لسه سنك في الوقت ده؟
عايز تسافر عايز تتفرج محتاج فلوس قليلة، فهو بيجيبك يدفع لك حق الإقامة ويديك pocket money ويأكلك ويشربك ويهرسك شغل. يعني انت هتشتغل كتير جدا، انت هتشتغل، انت هتعرف يعني ما حدش بيهزر، ما حدش بيديك فلوس for nothing، ده ما بيحصلش في الدنيا كلها. ف يعني لما كده قدم بغض النظر انت ايه موقعك فين دلوقتي، قدم مش هتخسر اي حاجه. ابسط حاجه لما هتترفض هتعرف انت اترفضت ليه، وما تاخدهاش بيرسونلي، وكلنا بنزعل لما بنترفض عادي جدا، بس يعني هتنبسط. انا قعدت انا قدمت في مثلا 15 20 ورك شوب، وحق جلال الله يجي ايه انت على انت هايله، السي في يجنن، البورتفوليو فظيع، بس انت بقى اول حد على الويتنج ليست. طب شكرا هيبقى لحد لحد هكلمك بالظبط. انا قريت مرتين ان انت اكسبتد مش على الويتنج ليست. شكرا، اتمنى اكون رديت يا دكتور. طب هو في حد كان بيطلب ان لو احنا عندنا مواقع لورش عمل او مسابقات عالميه ممكن ننصحوا بيها؟ طبعا هو يعني احنا حاليا طبعا في حاجات كتير هتلاقوها متوقفه طبعا نتيجه موضوع كورونا، يعني بالذات ورش العمل صعب طبعا ان احنا نسافر بره، بس جوه مصر يعني احنا ممكن في الكومنت اللي هيتعمل على البوست بتاع الفيسبوك اطلب من حضراتكم سواء في الشات دلوقتي او على الفيسبوك بعد كده ككومنت على الفيديو، نحط اي مواقع او نعمل بوست كده نحط فيه مواقع اللي ممكن تساعد الناس لو عايزين يشتركوا في ورش عمل او في مسابقات عالميه. تمام. طيب معانا شيماء، انا بقول من غير القاب لاني مش عارفه، فلو كده هي تتشرف تعرفنا بنفسها. شيماء كانت رافعه ايديها. طيب كان في دكتور ابراهيم عطيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل حضرتك. انا دكتور ابراهيم عطيه، دكتور في جامعه الزقازيق، وحاليا في السعوديه استشاري مشاريع استراتيجيه. وتخصصي بدا مجالكم اساسا، انا تخصصي كهرباء، بس طبعا بحكم شغلي مع المشاريع الميجا بروجكت والاستراتيجيه نفسها البديل ومانجمنت مع كل التخصصات وكل تخصصات الهندسه اوريدي، يعني كوردينيشن فول كوردينيشن مع بعضها. بس انا ليا تعقيب على الاستاذه والدكتوره الاخيره اللي هي كانت بتتكلم من بني سويف او مش فاكر من جامعه ايه، ان العماره في مصر شبه ضعيفه. لا، العماره في مصر قويه جدا، مهندسين العماره وتخصص العماره من افضل مهندسين العماره في العالم على فكره، بحكم شغلي انا في السعوديه وفي الخليج العربي وفي اوروبا وامريكا، كل ده انا سافرت فيه واشتغلت فيه، من افضل الناس المعماريين بغض النظر ان كل دوله فيها واحد ولا اثنين، لا اكثر ناس مهندسين معماريين في مصر. تمام. انا طبعا يعني انا ليا تعقيب، ولو حد تاني باشمهندسه ايه او هو اللي انا من متابعتي للايفنت هو اللي كانت قال لو لحضرتك ده اللي تقصده، يعني ان التعليم المعماري اللي هو داخل اطار الكليه اللي هو التقليدي ممكن ما بيكسبناش كل المهارات اللي المعماري، يعني الورك شوبس بتكمل المهارات دي، مش مقصود بيها ان التعليم المعماري ضعيف، لا خالص، مقصود بيها ان احنا كل ما بنكمل ده بالتعليم الموازي بقى والانشطه زي الورك شوبس والمسابقات وغيره، وزي ما حضرتك كنت بتتكلم يعني كهرباء احنا في بعض الورك شوبس او المسابقات ما بيشتغلش فيها عماره لوحدهم، بتشتغل فيها تخصصات مختلفه، بنكمل بعض سواء الكتروميكانكس مع عماره او كهرباء مع عماره او انفايرمنتال مع يعني بيدخل بالعكس، ده من احد المميزات بتاعت الورك شوب كده. فطبعا لو حضرتك ليك سؤال لحد تحديدا يعني قال كده هو ممكن يرد طبعا على حضرتك، بس انا بس يعني حابب يعني ادي اولا يعني كلام حضرتك ممتاز من ناحيه الورك شوبس الموجوده والناس اوريدي الطلبه سواء اولا في اي جريد في الصف الثاني او الثالث او الرابع قبل التخصص بتاعهم بيبتدوا يحتكوا بالعمل، زي ما الدكتوره والمهندسه الاخيره اللي اتكلمت من شويه ان ما شاء الله عليها ما كانتش بتذاكر بس وكانت بتشتغل والكلام ده كله، وده انا بوجه بيه كل الشباب اللي بيشتغلوا، انت دخلت مهندس، المهندس ده معناه ان انت راجل بتفكر، ان انت راجل بتبدع، ان انت راجل بتحاول تشوف المشاكل وتحلها، مفيش حاجه في الدنيا ما لهاش حل، اللي يقول ما لهاش حل ده انسان عقيم للاسف ما بيفكرش، انت راجل مهندس ده معناه في اي تخصص هندسي ان انت عندك مشكله لها كونسبت معين هتقدر تجيب لها حل وتبدع في حياتك وتبدع في شغلك، ولازم تكون مميز ومتميز، لابد مميز ومتميز مع بعض.
تاني شيء ان 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 العماره ما حدش فيها اتكلم وديت بصف لكل الدكاتره وكل الاستاف اللي كان موجود عن العماره البيئيه بين الحاضر والمستقبل وعن العماره المستدامه. انا ما شفتش حد يتكلم عنها وكنت حابب ان اي حد فيهم يرد عليا. ايه دوركم بالنسبه للعماره المستدامه والابديت بتاعها في مجال شغلكم؟ تمام يا دكتور ابراهيم، كتر خيرك. دكتور عبد الحميد يحيى، دكتور عبد الحميد، او باشمهندس عبد الحميد، مساء الخير دكتور زينب. اتفضل حضرتك. انا بشكر حضرتك وبشكر كل زملائنا. هو بس انا عبد الحميد يحيى مش دكتور. بشكر كل الزملاء. الله يبارك في حضرتك. انا كان عندي سؤالين. السؤال الاول سالوا صديقنا دكتور احمد هارون وجاوبت عليه الدكتوره ايه مشكوره. النقطه الثانيه اللي كنت عايز اني اتكلم فيها، حلو قوي ان احنا بنعمل وركشوبس كتيره وبنعمل ايفنتس كتيره، وحتى قبل موضوع كورونا كنا بنعمل حاجات كتيره في جامعات وفي اماكن معماريه وحاجات زي كده، بس كنا دايما بنسبه 95% الحضور والنشر الايفنت كان بيكون على مستوى الناس الخريجه، الناس اللي كانت بتحضر خريجين. احنا محتاجين نوصل للطلبه اللي بتدرس، احنا كمعماريين علينا مسؤوليه هنتحاسب عليها قدام ربنا على الطلبه اللي بتدرس. مش شرط انا دكتور في جامعه ما يبقى الطلبه بتوعي بس هم اللي مسؤولين مني، لا، احنا خلاص ما دام اتجهنا للعمل العام يبقى كل طالب دخل قسم عماره في مصر كلها او اي طالب بيوصل لنا عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق ايا كانت الطريقه له مسؤوليه احنا مسؤولين عليه او مسؤولين عنه قدام ربنا. اي حد فينا، احنا مشكورين كل الناس اللي حاضره، يعني ما شاء الله بيقولوا معلومات للناس تستفيد منها وبينشروا علمهم وده حاجه يشكروا عليها، لكن برضو بقالي سنين بتكلم يا جماعه احنا مقصرين في حق الطلبه اللي في الجامعات. لازم يكون في تواصل بطريقه ما، يعني نحاول نحددها ونوصل لها. الطالب اللي متخرج لازم يبقى خارج عارف يعني ايه ذو عمل، عارف يعني ايه يشتغل، عارف يعني ايه انتماء لهويته المعماريه. النهارده بتسالي طلبه متخرجين ومش عارف يعني ايه الحضاره المصريه ولا يعني ايه العماره الاسلاميه ولا حاجات كتير جدا. فانا شايف ان احنا محتاجين نركز شويه على موضوع الطلبه اللي بتدرس، يعني مش عارف هتكون ازاي بس اعتقد ان ليها حلول. ممكن طبعا في وقت عشان وقت الناس وغيري يتكلم نقدر نتكلم فيها في وقت تاني. ومشكور جدا، ويعني انا بشكركم جدا على الايفنت الجميل ده، وشكرا للكل. ومسيح ربنا يكرمك يا باشمهندس عبد الحميد. طيب انا هقول رد وهفتح برضو، يعني انا مش عايزه ابقى انا برد على طول، هفتح السبيكرز هم يردوا، بس هقول كومنت واحد. انا في رايي ان هي ثقافه. احنا كان عندنا شويه تخوفات من فكره، يمكن باشمهندسه ايه مشهوره كانت بتتكلم في القصه دي، ان الثقافه دي اللي هي فيها شويه تخوفات عند الطالب بتاع عماره، انه ممكن يطلب مني فلوس كتير، انه ممكن يبقى عندي شغل كتير وانا اصلا مش ملاحق على تسليمات الجامعه عندي، انه كل الكلام ده، فممكن احيانا يكون بيعطل شويه الطالب او ما بيحفزوش انه يشتغل. انا من شغلي، ويمكن دكتور احمد يعني ياكد على الكلام ده، من الورك شوبس اللي احنا نظمناها كان معانا نسبه لا باس بيها من طلبه العماره الحمد لله، لدرجه ان احنا ساعات كان بيطلب مننا لما بنعمل مواعيد ورك شوبس في وقت الدراسه او مش ويك اند او كده، كان بيطلب مننا طب ممكن نغير الميعاد علشان نقدر نحضر. فيعني عايزه ابشرك انه الحمد لله ان الثقافه دي شويه بدات تبقى موجوده. ودي يمكن برضو جت منين؟ جت من ان لما بنيجي نلاقي حد من زمايلنا راح ورك شوب ورجع قال لنا انا استفدت في كذا او عملت كذا، فبنبدا الثقافه اللي هي بتتنقل ما بين الافراد. يعني برضو لو حد من السبيكرز المتحدثين الافاضل اللي كانوا معانا يحب يكمل على ده، بس طبعا وجهة نظرك انا اتفق معاها انه اهم حد في الدايره دي هو طالب، لان كل ما بنبدا في الايفنتس دي سواء وركشوبس او مسابقات او كل ما بنبدا فيها بدري كل ما بتاثر على المعماري عموما ومستوى المعماري. حد من المتحدثين يحب يعرف؟ انا عايزه بس ارد. هو بصراحه
هي زي ما قالت دكتور زينب هي ثقافة فعلا، ان انا كطالب ابقى متر يعني من داخل من ساعة ما دخلت الكلية وانا متعود ان انا عرفي المايك شوية حياتي مش واقفة لحد ما اخلص الخمس سنين وبعد كده ان شاء الله ان شاء الله هبقى ابدأ بقى اسافر والف الدنيا واروح الوركشوبس والجو ده. انا كنت عايزة اقول ان انا كنت محظوظة بصراحة ان انا كان عندي تيم ودكاترة، يعني هو في الاول ما كانش فيه ثقافة خالص لدرجة ان احنا لما جينا ندخل مسابقة اتعلنت كان فيه يعني ناس كتير قوي وقفت تخشينا انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ فيعني هي كانت بالنسبة لنا بقى خدناها تحدي، كسبنا اول مرة مثلا في مسابقة بقينا بقى ايه؟ لا احنا هنحضر، بقينا لقينا ناس كتير قوي جنبنا. ده اللي انا بحاول اعمله مع الطلبة بتوعي لان انا حاسة بمسؤولية ناحيتهم، يا جماعة انا كنت طالبة وبعمل كذا، مش بتفاخر عليكم ولا حاجة بس ده هيديكوا اكسبيرينس كبيره لما تتخرجوا هتلاقوا مكان ليكوا في سوق العمل، لان سوق العمل دلوقتي بقى فيه وفره كبيره من المهندسين، فهو محتاج يعني يعرف ان يلاقي عندك حاجه مختلفه او حاجه كويسه بحيث ان هو يبدا يديك اولويه عن حد تاني. فهي ثقافه وهي دور كمان التيتشرز او دور الدكاتره، دور الناس اللي هم قائمين على العمليه التعليميه ان هم يبداوا يروجوا للموضوع ده، يبداوا ان هم يقولوا لا، يزقوا يعني مجرد ما الطلبه هياخدوا الخطوه الاولى زي ما دكتور زينب قالت، حد واحد بس يروح وركشوب ويرجع يقول لا يا جماعه انا تمام واستفدت والدنيا زي الفل، هيبدا الباقي ان هو يتجرأ ويبدا ان هو ياخد خطوه. فشكرا جدا ان انت حضرتك نويت على الموضوع ده، لان فعلا انا بقالي بس سنة بدرس يعني كلمت في الموضوع ده اكتر ما بدرس. شكرا دكتوره. حد من الافاضل المتحدثين يحب يعقب يا جماعه؟ انا بس عندي حاجتين عايزه اقولهم. اول حاجه انا فاكره كويس قوي وانا في ثالثه عماره اول مره جربت اكتب بيبر، كنا بندي كرياتيفيتي سيشنز يعني في ستودنت اكتيفيتي، ومفروض ان انا قلت انا عايز اشوف طالب العماره بيتاثر بيها قد ايه، يعني بحسها صغنونه. فانا فاكره كويس قوي ان ساعتها في دكتور قال، دكتور يعني عظيم، قال لا مفيش حاجه اسمها كده اصلا، يعني ما كنتش عارف طبعا ساعتها ان في حاجه اسمها بيبرز ونشر. وانا فاكره كويس برضو ان انا ومجموعه العمل بتاعتي ما جربنا مره ندخل مسابقه، ما اتقلنا، وكنا بنبقى داخلين من الجامعات ودايما هتلاقوا اللهم بارك، يعني انا هندسه القاهره طبعا يعني العاشقه والمدمنه، هتلاقي ما شاء الله مثلا عماره المنصوره دايما يكسبوا، لان عماره المنصوره فيما عرفناه ان اللي بيخش مسابقه بيبقى هو ده مشروع الديزاين بتاعه، ف يعني لو معانا دكاتره كتير احب اشجع الفكره دي جدا. بس هو الـ الدنيا بتلف يعني بتتعلم. في مقابل كان في اساتذه كبار لما بيلاقونا عاملين حاجه كويسه بيسقفوا لنا وبيقولوا لنا برافو. وانا فاكره كويس قوي الناس من اساتذتي على راسهم الجميل العظيم دكتور سيد التوني ودكتور نسمات واستاذتي العظيمه دكتوره سحر عطيه، لما كنا واحنا في ثانيه عماره يقول لك ايه دي هتبقى بتعمل كذا، هارون ده هيبقى بيعمل كذا، عمرو الحسيني ده هيبقى مش عارفه ايه. ففي ناس يعني خلي لينا اثر، بس في المقابل لو اتهاجمت اعرف ان في الاخر اللي بيهاجمك ده هو شخص وانت شخص له كل المزايا والحاجات اللي فوق دماغنا، بس ما توقفش حتى لو اتخضيت كمل. تمام. دكتور عاصم الشركي، مساء الخير عليكم جميعا. مساء الفل يا دكتور عاصم، حضرتك منورنا. ازي حضرتك دكتوره زينب؟ انا من جامعه المنوفيه وحضرتك شرفتينا قبل كده ونورتينا، نتمنى الموضوع يتكرر تاني. مساء الخير دكتور هارون، سعيد جدا بتواصل معاك باستمرار ان شاء الله، سعيد جدا بيكم جميعا وكل الكلمات اللي قالت النهارده ودكتوره ايه شويه طاقه ايجابيه كتير شويه، جميعكم بصراحه كلمات جيده جدا. الموضوع انا شايفه متعلق جدا جدا بموضوع فائده التعليم التقليدي او قدره التعليم التقليدي في العماره على مواصله العمل بنفس الوتيره في الفتره القادمه. الظروف اللي احنا فيها اثبتت ان التعليم التقليدي وحده لا يكفي. التعليم التقليدي، التعليم اللي احنا متعودين عليه من الاستاذ الى الطالب بشكل مباشر داخل استوديو العمل او جوه قاعه الرسم،
او جوه قاعه المحاضرات اصبح النهارده مش ممكن. انا مفتقده جدا، لكن اصبح مش ممكن، مش متاح. وعشان هو مش متاح لازم هنكمل بوسائل اخرى. يمكن دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي او التواصل العلمي زي البرنامج الجميل اللي احنا مجتمعين عليه ده ادت الجزء النظري حقه وزياده، وبنقدر نوصل منها خبره بسيطه. هو الصوت بيقطع شويه دكتور عاصم. دكتور عاصم طيب احنا ممكن لغايه ما دكتور عاصم يرجع لنا ممكن نشوف دكتور اسامه العزايزي. اسامه العزايزي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسامه العزايزي. ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك وتحيه لحضرتك وكل المهندسين اللي شرفونا بالكلمه النهارده. انا اسامه العزايزي، هندسه مطريه دفعه 2016، قسم مدني، ستراكشر بيم انجينير وستيل ديتيلنج انجينير في شركه اي سي ستيل. كنت بس اول نقطه كنت عايز اتكلم فيها بالنسبه للاستاذ المهندسين اللي سافروا بره وتعاملوا مع ثقافات ثانيه ولغات ثانيه، ويمكن الدول اللي حضرتك سافرتوا فيها كانوا متمسكين بان هم يتعاملوا بالثقافه بتاعتهم وباللغه بتاعتهم، فحضراتكم اتعاملتوا ازاي مع النقطه دي؟ النقطه الثانيه، اتمنى لو في ورك شوب قريبه ممكن حضراتكم تعملوها تتكلموا عن استخدام تكنولوجيا العماره وعلاقتها بالعماره الخضراء والسستينابيلتي وعلاقتها برضو بتكنولوجيا البيم. بس وشكرا. شكرا يا باشمهندس اسامه. باشمهندس اسلام او باشمهندس يحيى او حد من او الدكتوره دعاء حد يرد على الجزئيه دي؟ يعني انا ممكن اتكلم على الجزئيه دي. ان هو اكيد طبعا كل دوله او كل بلد كانت تتمسك جدا بثقافتها واللغه بتاعتها وكل حاجه، بس برضو بيبقى فيه تقدير واحترام جدا للناس اللي جايه. ان دايما كنا بنشتغل باللانجوج اللي هي international language اللي هي الانجليش، فكلنا كنا بنتواصل ب language الانجليش عادي خالص. التواصل كان الناس كلها كانت بترحب جدا بينا، بتحاول ان احنا نتعرف على بعضينا وفي نفس الوقت برضو نوسع النولج بتاعتنا ونحاول ان احنا ننشر النولج بتاعتنا على قد ما نقدر. مش بس كده، هما كمان كانوا بيحاولوا ان هما كان يعني يحاولوا يعرفونا على البلد بتاعتهم. يعني الموضوع ما كانش مقتصر فقط على العماره او على هدف الوركشوب بس، لا كمان هم كانوا بيحاولوا ان هم يطلعونا بره الوركشوب، بيحاولوا يعرفونا اكتر عن الثقافه وعن البلد. وكان الموضوع عباره عن اكتر من هو عمل او وركشوب، عباره عن just have fun. يعني انت بتحاول، انت بتسافر وبتتعرف على ثقافات جديده ويطلع بره المود اللي هو دايما شغل. فالموضوع برضو له علاقه شويه بالتوازن بين الشغل والعمل، وفي نفس الوقت برضو ما بين الراحه النفسيه. يعني طبعا كل الدول بترحب جدا باي حد بيحاول ان هو شير معاها نوليدج، دي حاجه طبعا كويسه للناس كلها. فزي ما احنا اي حد بيجي لنا برضو بنحاول ان احنا نكون نظهر بصوره كويسه، هم برضو نفس الكلام برضو بيعملوا كده. انا عندي تعليق برضو في حته جزئيه التعامل مع اللغات وجزئيه الثقافات. انت كشخص برضو زائر لمكان خارج يعني بيئتك، انت مفروض يعني اهم حاجه ان انت تشو ريسبكت للشعب ده. انت لازم تكون قاري كويس عنه، لازم تكون مكون ايمج معينه في حاجات معينه. انت ممكن يعني قدرت تتواصل مع حد من اللوكلز ان انت تقدر تفهم ايه اللي ما يتعملش. يعني مثلا في جريس فهمت مثلا انت لو عملت الواحد كده مثلا، لو كانك بتسلم عليه ورفعت له راسك يعني حاجه عاديه جدا، او عملت له كده اللي هو ازيك، دي بتتفهم ان هي اوفندس قوي، يعني اوفندد قوي، يعني انت بتغلط فيه. ففي حاجات انت مفروض من نفسك ان انت بتحاول تفهمها وبتحاول ترسبكت، عشان وانس انت بتعمل كده هتلاقي اللي قدامك ده بيحاول يعمل اقصى استطاعته ان هو يساعدك. يعني انا فاكر انا في ناس كانت بتساعدني، انا ما كنتش فاهم هم بيساعدوني ليه، انا فعلا كنت ببقى تايه جدا يعني.
فبس اللي انا فهمته ان هو انت هو بيبقى تبادل احترام متبادل، وبيبقى هو بيبقى متخيل ان هو ممكن في نفس اللحظه ديت يبقى في يوم من الايام زائر عندك في بلدك، فانت هتتعامل معاه ازاي؟ فانت لازم بينشر وعي، بينشر حاجه جميله يعني. فالتعامل اسهل مما انت متخيل، بس هو الفكره انه بيتطلب دراسه شويه، دراسه عن العادات بتاعت المكان قبل ما انت تروح. رضوى بالنسبه لسؤال الباشمهندس اسامه، انا بس عايزه اقول له حاجه من التجارب الانسانيه دي، طبعا باكد على اللي قاله الباشمهندس اسلام والباشمهندس يحيى. انت ممكن ان انت تلاقي ناس انت ممكن تحس ان هم بعيد او مش حابين انهم يتكلموا معاك، او مثلا ده اللي حصل معانا في بعض الاوقات في ايطاليا، لكن اكتشلي هم ممكن يكونوا هم نفسهم محرجين من لغتهم فخايفين يتكلموا معاك لما تقدرش تفهمهم او احراجهم يزيد. لو انت لقوك مقبل عليهم وتحاول ان انت تتكلم معهم وتعرف عليهم، انت هتلاقي ناس فعلا في منتهى الانسانية والحب والود، بس هم خايفين من فكرة التعامل، وممكن تكون اللغة عندهم مش قد كده. تعامل باللغة اللي عندك وهم هيتعاملوا باللي عندهم، في الاخر كلنا بني ادمين هنعرف نتعامل مع بعض. ده والمعماريين اكتر ناس بتتفاهم بالضبط. بالنسبه للشق بقى المهني او التقني، احنا معماريين يعني اسهل حاجه عندنا ان احنا نتعامل بالسكتشز وبالرسم، فدايما هتلاقي اللغه واحده بتجمعكم انتوا الاثنين، فصدقني مش هتلاقي في مشاكل. تمام. طيب اسمحوا لي ناخد دكتوره شيماء عاشور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا دكتور عاشور. مدرس بقسم العماره في كينج ماريوت اكاديمي. واولا طبعا يعني صراحه شيء مشرف جدا، وعايزين مده ثانيه ما شبعناش منكم بصراحه. يمكن الجزء الاكاديمي بيبقى فيه التارجت البعد الطلابي، وده اتكلم عنه اساتذه كتير قبلي. فالمعلومة أو الفكر ده يوصل للطالب إزاي؟ فهل ممكن إحنا نقدر نجمع المستوى والمحتوى اللي كلمنا زي اللي كلمنا في موضوع المسابقات والوركشوبس ديت، ونقدر نوثقها بحيث إن إحنا نوصل لآلية نصدرها مثلا في صورة زي مجلة أو بصورة معينة، علشان الطالب يقدر يستفيد ويقدر بعد كده يعني يبدع، يبقى فيه كده كرييتيف بقى، كرييتيف نوع من الحس للطلاب يعني. النوتس اللي الباشمهندسين والدكاتره وصلوها لنا دي مهمه جدا، ان الطالب لو هو ابتدى يشتغل عليها ممكن يبقى هو يعطي اكتر بكتير جدا من اللي احنا متوقعينه كمان. فدي نقطه، بس هي نقطه التوثيق للمسابقات او الوركشوب ديت بطريقه ما، بحيث ان الخبرات دي والمعلومات دي كلها ما تضيعش، لان ما فيش وسيله، ما فيش دوكمنتس معانا للفكر دوت. بس شكرا. اشكرك يا دكتور. هو يمكن كان احد التعقيب اللي كان في المسابقات فكره ازاي نستفيد من المسابقات، ان احنا نبدا نعرض الميثودولوجي بتاعه المسابقه واللي وصلنا له في صوره بحث علمي او كده. دي كانت احد الحاجات. كذا حد من المتحدثين النهارده كان العرض بتاعهم من خلال، انا فاكره باشمهندس يحيى لما جه يعرض عرض لنا اللي طلع من الوركشوب والبرودكت بتاع ده، واعتقد فعلا هي موضوع التوثيق بتاع الشغل. وبرده باشمهندسه ايه وباشمهندس اسلام ودكتور دعاء وباشمهندسه فاطمه، يعني فكره التوثيق بتاع الاكسبيرينس نفسها بيبقى مهم جدا علشان نقدر نتناقل الخبرات اللي احنا بنكتسبها من ده. ممكن ناخد نوره مصطفى. السلام عليكم. ازي كده؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بجد ميرسي قوي على المحاضرة الكويسة قوي دي. انبسطت قوي اني سمعت حضرتك وكل الستاف وكل الناس. ميرسي يا دكتور، معاكم صحيح طيبة. عرفي نفسك. انا نورا مصطفى، مهندسة معمارية بشتغل معهد الجيزة العالي، مدرس مساعد وبدرس دكتوراه في جامعة القاهرة.
انا عندي نقطتين عايزه اتكلم فيهم. نقطه ان الوركشوب دي حاجه مهمه جدا للطلبه والمهندسين المعماريين قبل التخرج وبعد التخرج. بس انا كنت شايفه ان ساعات في مهندسين بيبقى حظهم كويس ان ممكن في دكاتره يتوسم فيهم خيرا فيبتدي يكون هو بيشتغل في مشاريع معينه فياخدوهم يتدربوا معاهم او يخلوهم يشتغلوا بطريقه او اخرى وهم طلبه فتخديهم اكسبيرينس مختلفه فساعدهم ان هم يبقى فكرهم وطريقتهم في الشغل بعد كده مختلفه. فكنت شايفه ان المفروض يعني دي ما تبقاش مقتصره على طلبه معينه. ليه ما يبقاش احنا المفروض يبقى في تدريب اخر كل سنه؟ ليه ما يتبصش ليه بصوره مختلفه ان هو بس الطالب يجيب لنا شهاده او يروح يتدرب في شركه معينه؟ طب ليه ما يبقاش في ورك شوب مختلفه متخصصه اكتر هي اللي تساعده ان هو الفكر بتاعه يبقى محدد وهو يبقى شايف عايز يبقى هل هو يبقى متخصص عمراني؟ هل يبقى متخصص معماريا؟ يعني متخصص في التخصصات بتاعتنا المختلفه وتساعده كمان ان هو يحتك بالمجتمع اكتر بجوار المشاريع المعماريه اللي احنا بناخدها المختلفه دي كنت شايفاها اكتر بدل ما احنا بننزلهم في شركات. الشركات دي هي سوري انا اسفه سوري ولا يهمك دي جدا ده الوضع الطبيعي. هو فكره هايله الحقيقه ان احنا ازاي ندخل الورك شوبس جزء من دراسه الطالب انه يبقى جزء من التدريب الصيفي. انا شايفه انه مقترح هايل من دكتوره ريهام الدسوقي. اتفضلي يا دكتوره. السلام عليكم. يعني مش عارفه اشكركم ازاي على السيشن بتاعت المره دي والمره اللي فاتت. اصدقاء اعزائي منوره. ربنا يخليك يا حبيبتي. هو انا بس كنت عاوزه اقول حاجه بس يعني الريحه بتجيبي دلوقتي معانا بس انا اعتقد ان الطلبه كلها مشغوله بالمشاريع البحثيه. بس عاوزه يعني اكد على اهميه حاجه. عمر ما كان التعليم الاكاديمي فقط هو الوسيله الوحيده علشان ان انا اطلع معماري كويس. يعني هو لازم الناس كلها تعرف سواء كان يعني الطلبه بالذات ان هو لازم هو بيعمل سكيلز لنفسه. ده مجرد الانترودكشنز هي اللي بيعرفها والسكيلز دي يعني يتعلم منها حاجات علشان يعرف يعمل ريسيرش ويعرف يعمل يشترك في حاجات تانية تزود السكيلز بتاعته سواء كان على المستوى العملي سواء كان في جزء السوفت ويرز سواء كان في جزء الورك شوبس. وهو حديثا ومع كورونا اعتقد ان الطلبه دلوقتي ما عادش عندهم حجه في النقطه دي. بقى في ورك شوبس كتير. بس انا اللي كنت حابه اسال فيه السبيكرز علشان الطلبه كلهم بيتخوفوا من موضوعين، موضوع الفاينانشال وموضوع ان هم ازاي بينسقوا وقتهم ما بين الورك شوب وما بين دراستهم. وشكرا. تمام يا دكتور. هو انا عايزه بس اقول كومنت على موضوع يعني ما بين كده وما بين كده. هي بتبقى اولا يعني انا يعني كنت محظوظه بقول ان انا كان في اوقات ان المسابقات والورك شوب كانت جزء من البروجكت بتاعتي او التسميات بتاعتي في الكليه. وفي حاجات تانية كان عندي شغف او انا والتيم بتاعي كان يعني حفزنا ان احنا يبقى عندنا شغف ان احنا هنخلص لا احنا هنعمل. والواحد كل ما بيكون يعني هي ثقافة ويعني وتفكير. هو الواحد كل ما بيكون عنده حاجات كتير قوي بيعملها بيبقى متعود على كده، متعود ان هو يبقى مضغوط، متعود ان هو لا هخلص هنجز هحس بحلاوة الانجاز ده بعد ما اخلص. هي انا حسيت ان هي إيه اول مجرد اول مثلا مسابقه دخلتها او اول حاجه عملتها وانا طالبه وبعد كده الدنيا قررت معايا لا خلاص انا ما اقدرش اقضي كده وقت سمستر بدرس بس لا يعني مش هقدر يعني لازم ابقى بدرس وحاجه تانية بدرس وبروح وركشوبس بدرس وبعمل بكحرك في اي حاجه بقى بعمل مسابقه. انا في يعني فتره في الشغل كنت بشتغل في فتره يعني فتره قريبه قبل الكورونا وكده من كتر الكحرات اللي انا كنت بكحرتها انا رحت معرض يعني كان في معرض لجامعات من دول مختلفه وكده ودعيتهم ان هم اتكلم. كنت عايزه اعمل اكسبيرينس ان انا اروح اتكلم معاهم بقى بلغتهم واقنعهم لا احنا نعمل تعاون في برامج معينه لا نعمل مش عارف ايه حماسه من عندي بس يعني. فهي اول حاجه بس يعني هيبقى ليها مردود وبعد كده الدنيا هتبقى سلسه يعني هنضغط كل حاجه بس حلاوه يعني ان انا اخلص حاجه واحس ان انا عملت انجاز وانا سني صغير ده هيبدا ان هو ايه يفتح لي بيبان كتير قوي ان انا ابقى عايزه اعمل حاجه.
انما الفاينانس بقى هسيبها للمهندسه ايه، هي ردت وهترد تاني. طيب جزء الفاينانس ليه كذا بعد، زي ما اتفقنا ان في حاجات ببلاش، فانا ممكن احط ان انا دلوقتي هبقى بدور في اللي ببلاش. تاني حاجه، كل انستيتيوشن بيبقى عندها عدد من المنح، يعني المنح عموما فكره الفند اللي هو هيدفع لك. فلو انت شاطر لو انت شاطر يعني ايه، لو انت فيتنج في الموضوع اللي هو محتاجك فيه هيعمل ده. فاسال، انت مش هتخسر حاجه، يعني اسال انتوا بتقدموا فند ولا لا. ده كده واحد. واثنين، تالت حاجه، اسال يعني، بلاش تخاف من الرفض. عندي اجابه على اللي هي فكره الورك شوب بتتعمل ازاي وازاي يوفق. فاطمه جاوبت عليه حلو قوي قوي، ما شاء الله اللهم بارك، مهندسه فاطمه. فعلا الواحد هي مره في الثانيه. وبعدين احنا حط لنفسك كونسبت ان انت بتشتغل بليا، يعني احنا في شغلانتنا دي انت كطالب بليا، والمعيد او مدرس مساعد بتاعك اللي هو احنا لسه القسطه الصغير او الصبي يعني، لا والدكتور الماده هو القسطه اللي كلنا بنسمع كلامه يا فندم المعلم. او هيفضل هو ده المعلم، اه بالظبط، هيفضل هو ده اللي بيحصل. يعني احنا شغلانتنا من اول عمارة لحد ما بتتخرج هو ده اللي بيفضل يحصل. انت بتاخد، انا عايزه اقول حاجه، هقطعك يا باشمهندسه ايه، اتفضلي. طبعا يا دكتور، بس يعني بجد احنا في العماره بالذات انا بحس ان هي سايكل، هي مفيش فيها درجات، كلنا بنتعلم من بعض. يعني احنا كتير جدا واحنا شغالين بيبقى اصغر حد في التيم، وانت اكيد قابلتي ده، بتتعلمي منه سكيلز مش موجوده عند القطه ولا المعلم اللي هو الكبير بتاع التيم. فكلنا بنتعلم من بعض، وهي دي ميزه الورك شوب على فكره. يعني يمكن اكتر، يعني كتر ما الواحد بيشارك في ورك شوبس او في مسابقات او كده بتتعلم انه مش مهم مين التيم ليدر، مهم كل واحد بيعمل ايه وبيعمل اللي هو مسؤول عنه، ونتعلم من بعض. بس هدي لك المايك، سوري ان انا قطعتك. يعني لا لا خالص، بالعكس، هو اللي اقصده ان حتى في الاديوكيشن المعتاد خليك بليا شاطر، يعني خليك ناصح. الورك شوبس والسفر والفرجه، يعني احنا دايما نقول ايه، يعني برضو كانوا اساتذتنا يقولوا لنا حضرتك لو رايح السينما ولا رايح تاكل مع اصحابك انت رايح، انت بتذاكر، انت كل حاجه انت ماشي بالك. ايه كان زمان المعماري معاه سكتش بوك وكاميرا، دلوقتي الموبايل فيه كاميرا. بجد هي دي الفكره، انت بتنتهز كل فرص لو انت قررت. ويعني انا عندي كونسبت فكره اخلاص النيه، لو انت قررت ان انا هبقى بتعلم، لا ربنا، الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى شأنه لازم يوفق فيها هي ان انت تطلب العلم. فما تتعاملش مع موضوع لانه رفاهيه، لانه هو مش رفاهيه، لان زي ما بقول لك كده، انت حتى اول ما تتخرج لما تيجي تشتغل اول سي في ما يتمسك، ها اديوكيشن حلو قوي، كم مشروع ظريف جدا، وبعدين عملت ايه في حياتك، يعني فدت كام حد واستفدت من كام حد. فحط لنفسك تارجت، ان زي ما الدكتور زينب حالا بتقول السايكل دي تبقى مقفوله. حط لنفسك اربع خمس حاجات في حياتك، وحط اهداف، هدف او اتنين، مش لازم الهدف يكون كبير، خليك بني ادم عادي طبيعي انبسط، وما تخافش من نفسك. اخر حاجه عايزه اقولها، كان حد سال قبل كده على الانجليش، يا جماعه الناس بتتهته عادي جدا، ما حدش عنده عقده البيرفكت انجليش والانجليش سكول اللي عندنا. يعني فعلا، يعني الناس بتتهته عادي، يعني بتعامل مع ناس ماليزيين هم اصلا بيتكتفوا في الانجليزي، وانا بتكتف في الانجليزي والدنيا كانت ماشيه يعني. ايوه ما تتكذبش ابدا، كلنا بنتهته يا كبير، يعني بعد لعبه معايا باشمهندس اسلام تقريبا عايز يقول حاجه. باشمهندس اسلام، انا كنت هضيف كومنت بس صغير، بيبقى ان يعني تقريبا في دكاتره كتيره جدا موجودين ومعيدين. فإجابة برضو لسؤال دكتور ريهام على ان احنا ده جزء من دورنا، جزء من دورنا ان احنا برضو نحاول نعرف الطلبة، ونحاول ان احنا يعني نزقهم على فكرة الوركشوب وفكرة الكومبيتيشنز، ان هي مشكلة الطالب ان هو مش عارف اصلا ان هو بليا، يعني زي ما باشمهندسة آية قالت، يعني وانس ان هو يعرف بس ان هو فعلا محتاج ان هو
يروح هنا ويروح هنا ويجرب الحاجات دي كلها، ساعتها هيبقى سهل عليه ان هو يقدر يعمل التوازن ما بين الدراسة والحاجات اللي هي الخارجية دي. فدي نقطة بس حبيت ان انا اضيفها. يعني انا شايف ان مجالنا بيفرض علينا نوع من انواع اللايف ستايل، اللي هو انا لازم اكون شخص ناجح، شخص اشتغل على نفسي بطريقة غير طبيعية عشان خاطر في يوم من ايام اوصل او في يوم من ايام اتعرف يعني او اغير في الهيومانيتي عموما يعني. فانا شايف ان لازم الشخص ذات نفسه ان هو طالب. انا فاكر ان مثلا ما كنتش بلاقي حد بينصحني باي حاجة، فكنت بقعد اجتهد في ان انا اشوف يعني واعرف. باشمهندس آية يعني الخيرة كانت بتدلني من وانا كنت طالب، وبتدلني كمان حتى بعد ما اشتغلت كمان. فهي كان دايما تقول ما تبخلش بالمعلومة عشان غيرك يتعلم. فشايف فعلا جزء كبير من مسؤوليتنا ان احنا نبتدي نعلم الناس ازاي ان هم يستغلوا الفرص، وازاي ان هم يقدروا يطلعوا على المنصة، حتى يكون الناس اللي بعدين ان شاء الله ان هم يبتدوا يوعوا ناس تانية بعدهم كمان. انا عندي رد على حاجة، بس هو احنا محتاجين يعني ناس بتدرس وكده ان احنا نبدأ معهم من الاول، من هم صغيرين، من ساعه ما يدخلوا عماره يعني، ما نقولش لا دول لسه صغيرين. لان انا جيت اتعامل مع طلبه سنه رابعه اللي هم دماغهم اتقفلت على ان هم بس مزنوقين بقى في الوركينج، مزنوقين في مشروع التخرج، ومزنوقين يعني. انا قعدت احاول، حسيت ان دماغهم لا قفلت شويه يعني. ما في ناس استجابت طبعا، بس كان احسن، كنت حاسه انه احسن لا نبدا بقى مع الصغيرين خالص اللي هم لسه داخلين. انت داخل خلاص بيع بقى نفسك، خلي كل خروجه بتخرجها عشان بتبص على حاجه يعني. مثلا ممكن تخرج عادي تشوف بلكونه وانت معدي في الشارع، تلفت نظرك بس في دماغك كده، تحللها، تستناها سكتش، تعمل اي حاجه، مش فرض. بس انت لما تتعود نفسك من وانت صغير على كده، خلاص انت هتكبر تفضل تعمل كده ولو حاجه بسيطه. فانا بس كنت بقول ان احسن ان احنا نبدا معهم من هم صغيرين، ما نقولش لا دول لسه بقى صغيرين وايه ولسه ما خدوش بقى، ما يصعبوش علينا يعني ان هم لا مش ما خدوش على جو التسليمات. باشمهندسة فاطمه، انا معلش احنا قدامنا دلوقتي 5 دقائق، ف هناخد سريعا دكتور عاصم بس عشان كان النت فصل عنده، فاحنا ممكن وبعدين ناخد باشمهندسة اسراء، وهنضطر ان احنا بعد كده نقفل الايفنت لو دكتور عاصم معانا. لو دكتور عاصم مش معانا يبقى ناخد باشمهندسة اسراء. مهندسة إسراء ممكن تتفضل. أهلا، إزاي حضرتك يا دكتور، وإزاي الناس اللي كلهم موجودين. أنا مبسوطة جدا بالإيفنت ده، لأن الإيفنت ده أنا كنت بتمناه مثلا من وأنا في الجامعة مثلا في سنة تانية أو حاجة زي كده. لأن كان الجامعة عندنا، أنا خريجة MSA وأنا مدرس مساعد دلوقتي في MSA، كان عندنا كان حلو في الجامعة إن كانت الكوميونيتي كلها عندنا فيها تنافسية شوية. الكبار بيسافروا وشايفينهم بيبقوا حاجة، وإحنا مش عارفين نعمل حاجة. يمكن اللي ساعدني في الجامعة هو المهندسين اللي أكبر مني، وبالأخص كان عندي باشمهندسة هي اللي كانت دايماً بتبوش فيها البوينت ديت، مش أنا بس، كنا إحنا تيم كبير تحتيها، وكانت هي دايماً هي اللي بتدينا نصايح في الجزء ده. يمكن هي كمان اللي حاولت تخرجنا برا الكومفورت زون بتاعتنا، لان ان احنا نخرج برا مصر وندخل وركشوب جديده او حاجه جديده ما نعرفهاش واحنا عندنا سنه ثالثه، فكانت دي بالنسبه لنا كانت صعبه جدا. يمكن هناك كانت اول فقره في حياتي ازاي اتعامل مع ناس غريبه. ولما حد كان من شويه كان بيتكلم على الكوميونيكيشن سكيلز كانت عامله ازاي والكلام ده كله، يمكن كانت من اصعب لحظات حياتي ان انا اتعامل مع حد غريب مش عارفه اصلا، مع انها كانت دوله عربيه، بس يمكن الاسلوب كان مختلف، العادات مختلفه، الثقافات مختلفه، فكانت صعبه جدا في البدايه. تمام. طيب انا بس هستاذن حضراتكم اللي يقدر يفتح الكاميرا علشان يعني بعد ما باشمهندسة اسراء هي واضح عملت ميوت ورجعت فتحت صوت تاني. اسراء لسه عندك حاجه هتقوليها؟ انا بس عاوز اقول يا دكتور ثانيه هسيبك تكملي كلامك، هقول بس كده. كل حد يقدر يفتح الكاميرا بس عشان هناخد في الاخر صوره كلنا للسكرين يعني. ف يعني في خلال الدقائق دي بعد ما باشمهندسه اسراء
يعني تخلص المداخلة بتاعتي. اتفضلي يا باشمهندسة إسراء سريعا. انا بس هقول بس حاجة في الاخر سريعا، يمكن الورك شوبس ده بتبقى براكتس، هي مش من اول مرة هتاخد الاكسبيرينس كلها كاملة، هيبقى عندك صعوبات بس بعد كده بعد كذا مرة هتبدأ توصل لليفل انت كمان مبسوط منه، هتغير في شخصيتك، هتغير في تفكيرك كمعماري، يعني كتفكيرك كمهندس عموما الموضوع بيختلف تماما، ومش من اول مرة بعد كذا مرة، فهي يعني رحلة من الاول كده. بس فيمكن ده الكومنت بتاعي بالنسبه للكوميونيكيشن سكيلز. معلش يا دكتور زينب انا عارفه ان احنا لازم نختم، بس انا عايزه لو حد من زمايلي قال ان لو فينا فعلا معلمين كتير على درجات علميه مختلفه مع احترامي للجميع، انا بس اوصيكم ان احنا الكلام ده على مسؤوليتي انا الشخصيه، انا اوصيكم ان احنا مسؤولين يعني لا ما شاء الله قصدي ان هو اسراء بتتكلم خدت بالي ازاي ان احنا مسؤولين عن جزء من ده يعني. اتفضلي اتفضلي. فانا اوصينا جميعا بثلاث حاجات، ما تقلقش خالص ان الطالب يكون بقى اشطر لان هو عنده فاسيلتيز ومعلومات اكتر، في الاول وفي الاخر اللي عندك هو مهما كان معلومات جابها مش هيقدر يجيب الخبره، فاتقل على دي، امسك في ان ربنا حطك في مكان يعني خلفاء الرسل زي ما بيقولوا، دي اول حاجه. تاني حاجه خليك عارف ان وارد جدا ان انت تبقى يومك مش ظريف فتقول كلمه لطالب بطريقه عاديه، لان انت من حقك ان انت بني ادم متنفعل وكلنا طبعا بيحصل لنا كده، بس خد بالك ان الكلمه دي ممكن تفضل طول عمره رفعها السماء لو شجعوا الناس، شجعوهم على اقل حاجه، بص دايما للجانب الايجابي اللي في الطالب وربنا يجعلها صدقه جاريه. وانا اسفه جدا على الاطاله بس بجد شكرا جدا 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 لكل حد في حضرتك. طيب انا بس يعني عشان انا مش هين عليا دكتوره احسان وعثمان عاشور، وانا ممكن ادي حضراتكم كلمه بس دقيقه 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 علشان بس يعني نقفل الايفنت بتاع دكتوره احسان. اتفضل. مساء الخير دكتور زينب، متشكره جدا ان حضرتك يعني اتحت لنا الفرصه ان احنا نشارك، بشكركم جميعا الحقيقه على المشاركات. انا مش حابه اطول علشان فعلا وقت السيشن. انا بس كنت حابه، انا كنت بفكر في الوركشوب من فتره، ولان انا خلصت البي اتش دي بتاعتي وكنت حابه ان انا احول الفكره بتاعت البي اتش دي للوركشوب. فدلوقتي لو حد عنده فكره والفكره دي جاهزه عايز بس يعمل لها يبقى في فاند وعايز يعمل لها ماركتنج، ايه النصايح اللي ممكن تديها له عشان يمشي في الاتجاه ده؟ الحاجة التانية، السؤال التاني بس المهندس يحيى ممكن حتى يكتبه على الوول، مش لازم يجاوب عليه عشان الوقت. البابليكيشن اللي اتعمل خلال الوركشوب، البابليكيشن ده يعني بعد الوركشوب على طول تم نشره ولا تم التواصل مع الناس اللي شغالة علشان يعملوا البابليكيشن في النهاية، لان البابليكيشن ده اكيد بياخد وقت، ففي خلال الاسبوع او الاسبوعين، خلال الاسبوع والاسبوعين ده مش كفايه ان احنا نعمل ببليكيشن، فاكيد لازم يبقى في بروسيس بعد الاسبوع والاسبوعين دول. النقطه الثانيه الخاصه بالكوميونيكيشن، انا بقول للناس ما تقلقش خالص، بالعكس تخليها تاخد الموضوع ده فرصه ان هم يحسنوا اللغه بتاعتهم. يعني طول ما انا ماشي او طول ما انا مسافر يبقى معايا ديكشنري صغير وبحاول ان انا اطور اللغه بتاعتي، فبالعكس انا شايفاها انها اوبورتيونيتي ان انت تطور اللغه بتاعتك افضل من ان انت تبقى ماشي خايف ان انت هتتفاعل مع الناس ازاي. يعني جرب اتكلم مره واثنين وثلاثه، ده كده انت بتطور في اللغه بتاعتك وبتطور في لغه اللي قدامك ان هو يحاول يتواصل معاك. ومتشكره جدا لحضرتك. مشكورك يا دكتور. مش منسيح يا هيرو. طبعا دكتور حسين، هو فعلا الموضوع بياخد وقت، هو الموضوع مش الابلكيشن مش بيتم في فوري يعني في وقته، it takes time. بس انا بتكلم يعني انا كنت بوضح ان من البدايه ان هو لازم الشخص ده يتارجت الوركشوب اللي هي بسام هاو هي بتفرض لي نوع من انواع الببليكيشن من هو ستودنت لسه او هو بوست جرادد او اي يعني او طبعا في كل المراحل طبعا، لان هي ديت بحاجه تقيله بتثقله، فبس هو طبعا بياخد وقت طبعا. حد من حضراتكم حابب يعقب على الدكتور حسين قالته فكره ان لو في حد عنده فكره الوركشوب محتاج فن يقدر يكتبها؟ ده تواصل مع دكتور احمد هارون.
تمام. طيب عثمان عاشور دكتور احسان، انت عارفه رايي يا رب. الله يا دكتور احسان يا. ربنا يبارك فيك يا رب يا دكتور، متشكره جدا. عثمان عاشور دكتور زينب، السلام عليكم. وعليكم العافيه. اعتذر اعتذر، انا كان عندي مشكله في الانترنت، انا بالمناسبه بتابعكم من غزه من فلسطين، فكان في عندي مشكله حليتها ورجعت ثاني معاكم في ال هذا. كان سؤالي بس اذا ممكن او خلينا اعرف عن نفسي، انا عثمان عاشور تيشر اسيستنت في جامعه فلسطين، مهندس معماري. كان سؤالي بس للمهندسه فاطمه بهجت، اول ما افكر ابدا افكر في حاجه براندنج اعملها، اعملها براندنج اي شغله، لما بفكر باتجاه الايدنتيتي، ليش انا اول مره اول ما بيجي اول ما ببلش افكر باتجاه الايدنتيتي، ممكن يطلع لي مثلا ستولن ايدنتيتي، يطلع لي يعني مثلا هويه كاذبه، اروح انا مثلا اسال اشخاص الاقي انه يكونوا يعطوني يعني خلينا نحكي روايه مش صحيحه عن الموضوع، فأتصادم في الشغلة إنه أنا أعملها شغلة مش حقيقية تطلع معايا فاك شوية. فإيش ممكن كيف ممكن أعالج هذا الإشي، وكيف ممكن أتأبى هذول الناس أو أبعد عن هذول الناس، إنه أنا يعني إيش اللي خليني أنا من أول ما أفكر مثلاً في الأيدنتيتي، إيش ما أفكر باتجاه تاني مثلاً؟ هذا كان سؤالي. عشان أنت حضرتك لو تجاهلت الأيدنتيتي الموجودة في المكان وابتديت ان انت تتفكر في اتجاه تاني على طول من غير ما تشوف ايه هي نوع الايدنتي او ايه اللي حاصل هنا، هتقع في صدام ان انت الناس اللي موجودة مش هتحافظ على الحاجة اللي انت مش هتساعدك. لازم تبدأ ان انت تبدأ تطلع من جواهم. طب معظم الحاجات اللي بتعمل عليها براندنج ساعات بتبقى اساطير، يعني ساعات بتبقى حاجات مش حقيقية اصلا. حلو حلو حلو، هذا اللي بده يوصلني اصلا لستولينج ايدنتيتي، ممكن يعطوني يعني خلينا نحكي فكره كاذبه او هويه كاذبه عن الموضوع، هذه مشكله. انت كمان ما بتاخدش منهم الكلام وبتبدا تنفذه، انت بتعمل حاجه، انت بتبدا تطلع من جواهم ايه، طب الاسطوره دي او الحكايه دي جايه من ناحيه فين، وبتبدا انت كمعماري بتبدا ان انت تدور ورا الحاجات لحد ما توصل لحاجه. انت بتبدا لما تيجي تعمل براندنج مش لازم ان انت تاخد اسطوره وتعمل بيها البراندنج، انت ممكن تاخد من الاسطوره دي فكر، هم الناس دي تفهم منهم، انت دورك كمعماري ان انت تفهم منهم من طريقه كلامهم من طريقه عرضهم للحاجه ايه الحاجه اللي هم بيتحمسوا ليها. اهم حاجه في الموضوع كله ان انت تبدا ان انت تحسسهم لا انا معاكم، يعني مش هقول لك انت هم تمام لا، بس انت تعمل حاجه بتعبر عنهم، مش لازم الأسطورة أو الحكاية اللي هما بيقولوها مش مهم دي، بس المهم إن أنت تطلع حاجة من جواهم هما. ليه؟ عشان لو تجاهلت دي هما مش هيقفوا معاك في الحاجة اللي أنت بتبقى بتعملها. يعني أنت هتيجي تعمل براندينج وتعمل والناس تيجي والناس الناس اللي موجودة في المكان مش هيساعدوا الناس اللي جايين، مش هيساعدوهم إن هما يعيشوا التجربة اللي أنت رسمتها عشان الناس تعيش فيها. لو ده في حالة إن في ايدنتيتي في المكان تمام، ممكن ان حلو. انت تبدا ان انت ترسم حاجه ثانيه بقى، يعني او ان انت تغير اللايف ستايل بتاعهم، بس برضو بطريقه ان هي تتناسب معاهم، يعني ما تتجاهلهمش في كل الاحوال أكيد. حاول ان انت حتى طبعا. لو هتعمل تجربه جديده تبقى ليها علاقه بالمكان، ليها علاقه بالناس اللي في المكان، عشان طبعا. الناس دي اكتر ناس هتساعدك في اللي انت بتعمله، واكثر ناس هتنجح لك المشروع بتاعك. اعرف زبونك واعرف السؤال اللي هتساله. تمام. دكتور احمد هارون. بالظبط. تمام. بحضرتك طبعا كان وقت الاسئله ووقت كده. هو انا بشكر حضراتكم جميعا انكم حضراتكم ضيوف علينا يعني. انا عايز بس اعقب على كلام دكتور احسان. دكتور احسان طبعا في وسائل كتير لانك حولي فكره لورك شوب، من ضمنها انك تتعاملي مع ان جي اوز، تتعاملي مع دونرز، تتعاملي مع شركات ستارت اب، يعني في وفي مصر الحمد لله يعني على سبيل المثال شركات زي شركتنا، ان جي اوز زي مجاوره،
بيم أريميا بتدي بلاتفورم ما شاء الله عليهم بلاتفورم رائع، يعني هم احنا ضيوف على بيم أريميا. في اماكن تانية كتير دلوقتي في الجامعات، كان صلاح مراشد موجود معانا عنده في مركز الاستدامة، في اماكن كتير. تمام، هو الموضوع بس في التمويل في مصر بالذات بياخد وقت شوية، الجهات الحكومية مش هتديكي قوي ومش هتبقى يعني لازم تدوري على جهة بحثية او جهة اكاديمية او NGO. تمام، او الشركات اللي بتهدف للربح. ده بالنسبة للرد على دكتور احسان. انا احب دكتور اوضح بس للطلبة ان الفلوس مش هي العائق. يعني دكتورة دعاء صلاح الدين مشكورة وهي موجودة معانا، هي بمبادرة فردية كانت بتجهز لوركشوب السنة اللي فاتت، ربنا ما قدرش وتنفذت، بس ان شاء الله دكتور دعاء نتمنى ان احنا نقدر ننفذها. وكان هي كاستاذ اهم حاجة عندها ان هي تعمل وركشوب لو كوست للستودنت بتاعتها. تمام، وكانت فكرة بريليانت جدا، وكانت هتبقى انترناشونال، وان شاء الله ننفذها بالتعاون مع شركتنا مع جامعة كفر الشيخ. بس الفلوس يا جماعة مش هي العائق، مش دايما. أنا كمان عشان شايف طلبة كتير الفلوس مش العائق، إنك تبقى الأول على الدفعة ولا معيد ولا شاطر مش هو العائق. أنا لك عمري كنت الأول على دفعتي، ولا عمري كنت شاطر قوي في المدرسة، يعني شاطر نص نص. يعني إيه، ممكن الحضور بتاعكم سبيكر عاليين شوية، أنا راجل غلبان وسافرت بره وعشت بره وكل حاجة بره. بس انك تؤمن بحاجة وتفكر فيها دي مهمة، انك تسعى لها. زي ما بنقول لطلبتنا، انت لا يمكن في طالب عندنا حتى الاول على الدفعة يبقى شاطر في كل حاجة، اكيد هيبقى في عنده شاطر في حاجات ونص نص في حاجات وضعيف في حاجات. نصيحة مني، انا سافرت بلد كمان لا فيها كوميونيكيشن ولا بتاع ولا فيها فيسبوك، البلد اللي الدكتورة قالت عليها لا فيها فيسبوك ولا اللغة ولا الناس بتتكلم لغتي ولا بتكلم لغتهم، وانا تعليم حكومة اساسا. فيعني ايه يا شباب، خشوا جربوا يعني هتتعلموا. تمام، ده بالنسبة للقضية للشباب. ما تقلقوش من الفلوس، هتعرف لو لقيت الحاجة هتعرف تلاقي فلوس. واحنا في ارك سبيس، يعني هتكلم على المؤسسة اللي انا برأسها، احنا في ارك سبيس في ايفنتات كتير بندي فند، بندي فري اتندنس للطلبة المتميزين، بندي فري اتندنس لجامعات معينة، التواصل مع الجامعات. فان شاء الله يعني اللي اقدر اعدكم بيه ان احنا هنغطي جزء من ده للشباب والطلبه، وكل سنه بنعمله. تمام، وفي اساتذه كرام زي دكتور دعاء في جامعاتهم، وهي جامعه حكوميه، بيسعوا بكل جهدهم، ودكتور ريهام برضو، لان دكتور ريهام برضو في جامعه بني سويف بتسعى لكليتها ما شاء الله عليها لتنظيم كذا حدث. فيعني ايه، الاساتذه بيعملوا على ده، وانت في الاول وفي الاخر جرب على راي الباشمهندسه ايه، مش هتخسر حاجه يا عم. ابعت ايميل، ابعت مسج. تمام، اخر نقطه، ان حضراتكم احنا كارك سبيس، يعني احنا شركه وتهدف للربح اكيد يعني، بس في لان الاونرز بتوعها اساتذه جامعيين، في جزء عندنا في الكالتشر بتاعتنا ان احنا لازم انت تستفيد، ولازم يعني تستفيد قوي حتى لو احنا ما كسبناش. فاحنا بنقول لحضراتكم كمبادره من ارك سبيس، لو تسمح للدكتوره زينب، اللي عنده مقترح للسمر سكول الجايه يكتبها، اللي عايز يقدم لسمر سكول احنا بنطلب متطوعين من كل الليفلز، من اول الدكاتره والمحاضرين لغايه الطلاب. تمام، يعني انترناشونال ولوكال. تمام، والدليل على كده ان حتى يعني ما فيش حد بيحضر معانا، حتى كلهم متطوعين، دكتور دعاء متطوعه وباشمهندس يحيى متطوع، باشمهندس اسلام مش هيقبضوا حاجه يعني، بدنا ما فيش فلوس يعني. تمام، فانا ارجو من حضراتكم جربوا وعيشوا التجربه، وفي نفس الوقت ما تفرقش معاك انت شاطر مش شاطر، ما دام عندك شغف بحاجه على راي باشمهندسه فاطمه هتوصل له. تمام، مش بتوع جامعه القاهره بس ولا جامعه عين شمس بس اللي بيروحوا، احنا عندنا ثلاث امثله في المحاضرين خريجين جامعات خاصه وما شاء الله عليهم، سافروا وبيلفوا يعني، ومعلش كلمه، في منهم ناس مش يعني ما كانوش اوائل دفعتهم وبقوا تخطوا الشطاره في المذاكره، حاجه مهمه. لكن انت ممكن يكون عندك حاجات جواك وفي ايديك تقدر تعملها وتضيف ويبقى ليك بصمتك. انا بس اسف على الاطاله، وشكرا للسماح ليا بالمداخله دكتور زينب. شكرا يا دكتوره. يعني بيم ارابيا مستضيفنا يعني، واللي مش عارفين نقول لهم ايه ونشكرهم ازاي، باشمهندس عمر سليم، اتفضل حضرتك نختم بكلمه حضرتك.
باشمهندس حضرتك اعمل ان ميوت يا باشمهندس. باشمهندس عمر مش سامعين حضرتك. اتفضل يا باشمهندس عمر، ما كناش سامعين حضرتك معلش. وعليكم السلام. شكرا لحضرتك دكتور، شكرا للدكتور احمد، شكرا للاستاذ فاضل، ويعني اصحاب البيت اولا واخرا يعني المهندس احمد حضرتك من المؤسسين اللي بنعديها، وان شاء الله دايما ان احنا نسمع حضرتك ونتعلم منك ان شاء الله. وده كله خير. ربنا يكرمك يا باشمهندس، كتر خيرك كتر خيرك. طيب احنا باشمهندس احمد، احنا دكتور احمد باشمهندس عمر، احنا دلوقتي هناخد صوره للجمهور. بس كل الناس تفتح كاميراتها عشان يا شباب اللايف فيديو وفي الصور اللي فاتح الكاميرا بس اللي بتظهر، فيعني احنا يا ريت تفتحوا الصوره يعني اللي يقدر يفتح الكاميرا يا ريت يعني اقرا من ورا. لما هنعمل الشير للصور في ناس زعلت المره اللي فاتت ان ما كانوش طالعين بالصوره، مش مهندسة اسراء عشان شافك، عايزينك انت ودكتوره احسان توعدونا ان احنا نعمل حاجه مع بعض. ما هو بعد ما نخلص ان شاء الله يا دكتور اكيد. تقلقش انا بوردكم لايف اهو. لا ما تقلقش انا 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 مرتبه احنا بنوصل مع بعض فعلا والله. انا وباشمهندسة اسراء انا بوردكم ده حقيقي بوردكم لايف اهو. انت بقى الفكرة اللي بتعمل الكنترول احلى ورده ان شاء الله قريب ان شاء الله قريب باذن الله. فريق بما عليه هنستاذنكم تاخدوا الصور عشان بعد الصوره يا جماعه هينزل اللينك بتاع التسجيل يا جماعه. بعد الصوره هياخد يعني ينزل لينك التسجيل لكل الناس. تمام باشمهندس عمر؟ باشمهندس محمد تمام. باشمهندس محمد تمام ولا لسه؟ تمام. نورتونا جميعا. طيب قبل ما تقفلوا معلش انا اسف على الكلمه الاخيره، انا بشكركم اولا وبعتذر ان انا اتقطع عندي فتره وبعدين شغلت في مكالمه، بس زي ما بتعمل ورش عمل متميزه جدا في القاهره تبقوا تزوروا الجامعات اللي مش صغيره برضه اللي بره القاهره. احنا ما بنتفقش على اي دعوه يا دكتور، ادعونا واحنا نيجي على طول. المكان مكانكم يا دكتور، مش محتاجين دعوه، والدعوه هتكون عند حضرتك مجرد عوده الدراسه. ان شاء الله يا دكتور باذن الله. شرف لينا يا دكتور، ربنا يبارك لحضرتك. نورتينا وشكرا لحضراتكم جميعا، واتمنى يكون الايفنت مفيد. بشكر المتحدثين الافاضل باشمهندس اسلام، باشمهندس يحيى، باشمهندس فاطمه، دكتوره دعاء الجميله، باشمهندس ايه الكولي، وكل المدخلات بقى والناس اللي حاضرين معانا. انا مش عايزه اقول حد وانسى حد، دكتوره ديهام، باشمهندسه اسراء العريف، الجميع كل الجميع بشكركم جدا. باشمهندس عمر كتر خيرك على الاستضافه، دكتور احمد هارون دايما يا رب مع بعض كده في ايفنت ناجحه باذن الله. ربنا يديم يا رب. شكرا لحضراتكم ومع الف سلامه. حضراتكم نزل دلوقتي اللينك بتاع التسجيل والشهادات هتوصل لحضراتكم باي ميل للحضور كلهم اللي هيسجلوا في اللينك ده. نورتونا واشكركم جزيلا. اللينك في الشات يا جماعه، انا انتظر قليلا الناس اللي عايزه تنتظر قليلا عشان تضيف على اللينك ده عشان حضراتكم تاخدوا كوبي وبيست يعني الكيس يبقى عندكم على طول.